الأهلي الأفضل يهدر الفوز ويتعادل مع يانج أفريكانز 1-1 وتعادل غير مستحق. كابتن شريف يعني مش عايز أقول تعادل بمثابة الهزيمة، إحنا نتصدر المجموعة ولكن ضاع مننا الفوز. ضاع مننا الفوز وأنا حزين. الشوط الثاني خاصة يعني انت دخلت الشوط الاولاني وعرفت وحصل جس نبض للفرقتين مع بعض واتضح لنا ان احنا الفوارق بعيدة جدا لما بتمسك كرة على الارض وبتشغل اللعيبة بتاعتك في التقارب وفي الكومباكت اللي احنا بنتكلم عنه، وازاي لما كل لعيب عندك بيبقى معاك كرة اتنين تلاتة بيظهروا له وواحد بيتحرك في العمق، فكان عندك مساحات تعمل اللي انت عايزه في الشوط الثاني. اتحركت بشكل وبهدف، ها رحت مع اجمل كوره حصلت في المباراه الوان تو اللي حصل لديانج من ناحيه اليمين وتعملت بالعرض بيرسي تاو بدل ما يحطها على طول دايركت ما اعرفش ايه سابها الكهرباء. دي كانت كوره في اول الشوط يتخلص ونكسب 2-3، بعدها انفراد، بعدها انفراد تاني، بعدها كرات عاليه وكرانر و رامي ربيعه براسه ممكن كان يجيب اي جون في اي وقت من خط السته، بعدها استحواذ كامل، وخاصه بعد ما قلت قبل المباراه وبعد ما حصل تغيير ان محمد مجدي قفشه بقى موجود في الملعب، وبعد ما كلنا اتكلمنا على امام عاشور انه مش موجود في الشوط الاولاني وعامل حاله لا هي هجوميه ولا هي دفاعيه. قفشه ادالك الاستحواذ والسيطره في نص الملعب. عشان كده انا قلت لك ايه، الملعب مع فرق انا شايفها كويس قوي يعني مش بقيمة النادي الأهلي والملعب كويس ان انت بتلعب عليه، يبقى تقدر تلعب بصانع ألعاب وتقدر تلعب بإمام عاشور قلنا ناحية الشمال وناحية اليمين حسين الشحات ومعاك كهربا. والتغييرات اللي حصلت في الشوط الثاني تغييرات إيجابية كلها، إلى أن جبت الجول كان لازم يا إما بارستاو يطلع وينزل حالة ارتكاز في نص الملعب بتاعك اللي هو كوكا شباب وما يتحركش من المنطقة دي، أي رد فعل هتبقى الكرة الثانية بتاعتك أنت وأنت اللي بتحاول، غير انك انت عشان شايف ان انت مسيطر تاني تايم وعندك كل الامكانيات وكل الانطلاقات انك انت تجيب جون واثنين وثلاثه واتيحت لطاهر واتيحت لكريم فؤاد، ولكن التصرف الاخراني بيبقى فيه شيء من عدم الدقه، يعني كريم فؤاد لازم يحطها بطن رجله في كلنا نحطها الناحيه الثانيه، طاهر كان لازم برضو لازم يحطها في زاويه من الاثنين مش في نص، او يعني لو هو عنده ما عنده يشوط شوطة قوية جدا تخش جون في أي زاوية يمين أو شمال، ولكن كلنا قبل الماتش قلنا نخرج بنتيجة إيجابية وما يحصلش أي تساوي في المجموعة خالص، لأن ما ينفعش قيمة النادي الأهلي وبطل أفريقيا اللي هو المدرب بتاعهم الأرجنتيني ميكيل كان خايف من النادي الأهلي وقال أنا لو حققت نتيجة مع النادي الأهلي إيجابية يبقى كويس جدا، وده اللي حصل فعلا. هنتكلم وهنشوف بعض الحاجات التانية اللي حصلت في الشوط الثاني مع الكباتن بقى، ومبروك على المهم مش عايز اقول مبروك لان احنا كنا الاحق بالثلاث نقاط. كابتن اسامه يمكن الشوط الثاني افضل شوط قدمه النادي الاهلي الفتره الاخيره مظبوط، وكان هو الاقدر بالفوز. الشوط الثاني مغاير تماما للشوط الاولاني. الشوط الاولاني السيطره ما كانتش ليك في جزء بسيط من الشوط الاولاني، الفرص ما كانتش ليك، انت ليك فرصه واحده، هم ايضا ليهم فرصه او فرصتين الشوط الاولاني، ولكن كان في نواحي بدنيه وكميه جري غير عاديه منهم، وان اهلي امتصها الشوط الاولاني. الشوط الثاني مغاير تماما، اكنها مباراه اخرى للنادي الاهلي. التفوق البدني واضح جدا 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 للاعيبه النادي الاهلي، التفوق النواحي البدنيه فرقت كتير جدا في السيطره والاستحواذ والفرص الضائعه، لان هم تحس انه هبوط كامل، وده الفرق بين فرقه كبيره زي النادي الاهلي عندها لعيبه كبار وعندها خبرات كتيره ومتمرسه قادره تواصل الشوط الثاني بنفس القوه. هم وقعوا تماما عن الشوط الاولاني من النواحي البدنيه، فالاهلي سيطر واستحوذ تماما على الشوط الثاني كله، له اكثر من اربع او خمس فرص محققين لو ما فيش رعونه
في التصرف من واحده لكريم فؤاد مستعجل، واحده من لطاير مستعجل، واحده الكهرباء متاخر، واللي بيرسي تاو متاخر. يعني اكتر من خمس فرص كان ممكن جدا تحقق بيهم الهدف الثاني وتنهي على المباراه تماما. هم جابوا جون في غفله من الزمن، يعني ما كانوش عاملين حاجه الشوط الثاني خالص تدل ان هم ممكن يرجعوا للمباراه. صحيح. انت اللي اضعت الشوط الثاني رغم ان انت عملته حلو جدا. هو بس يعني احنا كنا قايلين قبل المباراه ما كسبناهاش ما نخسرهاش، انت كنتيجه يعني وتصدر المجموعه طبعا دي ان شاء الله هتديك تفوق، والاهلي ان شاء الله يطلع اول مجموعه. بس هو اللي زعلنا شويه ان الشوط الثاني بتاعك تماما. صحيح. سواء من السيطره، سواء من الفرص، سواء الشوط الثاني وان سايد جيم تقريبا ما كانش فيه حضور ليانج افريكانز. مظبوط. فشوط مختلف تماما. صحيح. الشوط الثاني وشوط جيد للنادي الاهلي. الحاجه الوحيده اللي كانت ناقصه انه يستغل الفرص اللي جات له او على الاقل اثنين منهم مركز. يعني صحيح. طب كابتن عادل، الشوط الثاني استحواذ، سيطره، أفضل. تفوق تكتيكي وبدني طبعا. النادي الاهلي اهدار فرص بالجمله. مبروك للنادي الاهلي التصدر، ومبروك ليانج افريكانز نقطه غير مستحقه. يجب ان لازم يبقى لينا وقفه. وقفه اللي يبقى لينا من ضياع الاهداف. يعني ما تقوليش الشوط الثاني اضيع 8 على الاقل. على الاقل لو قلنا المؤكدين قوي خمسه مثلا، يعني اطلع خمس سهلين للغايه. المشكله انك انت الشوط الثاني كنت افضل بمراحل تكتيكا لعبا، انت الافضل، ولكن كره القدم نتائج. يعني هم ما عملوش حاجه بس جابوا جون، ده يرجع لانك انت الى الان الاهداف اللي انت بتشتغل عليها كفرقه احيانا بتتوه منك. يعني احنا احرزنا هدف في وقت، خبرات اللعيبه فين؟ الوقفه فين؟ لازم نقف، لازم نعدي الثلاث اربع دقائق اللي بعد الهدف. يدخل فينا هدف في الوقت الضايع، ودي مش من سماتنا ولا صفاتنا. المفترض نشتغل دفاعيا كويس، وقت الدفاع نبقى دفاع كويس، وقت الهجوم نبقى هجوم كويس. مشكله كبيره ضياع الاهداف من اللاعبين، دي حقيقه. ايه؟ هل اللاعبين عندهم ثقة في نفسهم ان يجيبوا اهداف؟ يعني انت بتتكلم في اربع خمس فرص مؤكدين، الطبيعي انك تطلع تاني شوط كسبان 5-1 6-1. انا بكلمك يعني وانا متاكد من الكلمة اللي انا بقولها، احنا افضل كتير جدا. يمكن الكابتن شريف كان طول الماتش قبل الماتش قال لك النادي الاهلي احنا افضل واحسن كتير من الفرقة دي، رغم ان احنا كنا شايفين ان الفرقة دي فرقة المفترض ان هي فرقة كويسة، ولكن في اخر المباراه هيتعادلت معاك. يعني التعادل النهارده انا في رايي، يعني انا في رايي احنا عمرنا ما بنفرح من هزيمه او تعادل، ولا عمرنا بنقول على فرقتنا كويسه لما تتعادل او تتغلب، ما عندناش الامر ده. ولكن النهارده انت تاني شوط افضل كتير جدا. صحيح. علامه استفهام كبيره، انت ضيعت بنتين من ايديك سهلين للغايه، ولأنك انت الافضل وانت الاحسن. المهم انك انت، اللي زعلني مش انك انت تعادلت، اللي زعلني اهدافك انت شكلها ايه. يعني التنظيم جوه الملعب، بمعنى اخر خمس دقايق لازم اللعيبه نفسها تنظم جوه الملعب اكتر. بص يا كابتن، اكتر من موقف انا لعيبه النادي الاهلي في الفتره الحاليه بيزعلوني فيها، انك انت ما تطمعش. انت كسبان بعد 1-0 1-0 نظم نفسك، هدي الريتم. هدي الريتم، هيجوا، هتروح تجيب هدف واثنين وثلاثه. انت لما تيجي تتكلم، انا دائما بقول ايه، اللعيب الغالي اللي بيلعب في مكان كبير يجب ان يستغل اقل انصاف الفرص. هي ده، هو ده النادي الاهلي. انت النهارده تكسب 1 و2 و3 و4 و5 6 7، يعني توصل لستة وسبعة. صحيح. يدخل فيك جون ممكن تضيع، لكن ما تدخلش فيك جون، التقل هنا. عشان كده أنا بتكلم في إيه، حتى نص الملعب تلاقيهم مندفعين بعد ما جبنا الهدف، حتى المدافعين بتوعنا عاملين عمق كبير قوي اللي ورا. فين الشناوي في الكلام؟ فين التنظيم؟
فين اللي واقف جوه الملعب مدرب؟ مش المدرب اللي بره، اللاعب المدرب اللي هو احيانا نمسك الكوره قائد، نهدا القائد. دي ناقصانا، ناقصانا كتير قوي في الملعب. لو في واحد جوه الملعب قال لك هدوا اللعب، ننظم نفسنا، نقف، الحاجات دي كلها صحيح مهمه بالنسبه لنا. احيانا بنبقى عايزين نطلع 45 دقيقه ما يدخلش فينا حاجه. فبيحصل ايه؟ بيحصل انك انت بتنظم كويس، انت جبت الهدف يجب انك تقف وتنظم. ورغم هذا انا بقول ان احنا افضل جمراه كتير صحيح. ويمكن اقول لك حاجه يا كابتن ايمن، افضل شوط للنادي الاهلي الموسم ده. ما لسه بقول لك الموسم ده كامل بالزبط. من البدايه من فتره افضل شوط. يعني هارد لك انك اتعادل، بس بقى ايه نشتغل بعديه ما بعديه، حافظنا ما نرجعش، نحافظ ما نرجعش صح. انا كان عندي بس حاجه فرقت مع مستر كولر السنه اللي فاتت. يوم ماتش سان داونز اللي هو 2-1 لما جبنا 2-1 هنا في مصر حصل نفس الموقف وتعادلوا معانا وتعادلوا معانا. حصل له ايه بعديها؟ انا فاكر كويس، ادرك الموضوع ده حتى ما دخلش فينا 11 ماتش ورا بعض جول. مظبوط، ده اللي انا عايزه الفتره القادمه. صحيح، النادي الاهلي هيخوض مباريات صعبه جدا الفتره القادمه، فاول حاجه عاوزه يشتغل على الحته الدفاعيه كويس، التنظيم الدفاعي كويس، العمق الدفاعي اللي بيتعمل ده صعب جدا تلعب مع فرق كبيره بتعرف تلعب كوره. يمكن يانج افريكان تقدر تقول فرقه قدام كويس، هم متواضعين ورا، لكن هو في الحته الهجوميه سان داونز مثلا، اتحاد جده، لما تيجي تلعبه في الحته الاماميه يا كابتن ايمن لازم التنظيم الدفاعي يزيد. يعني الشغل الدفاعي لازم يبقى افضل من كده كتير. عايزين نامن دفاعنا وحته الهجوم بتاعنا شغل كمان كتير قوي، ان انت لازم تحرز اهداف. انت تقدر تقول ان المدرب بيوصلك للجون 7-8 مرات 9 مرات، دي شغلته، انت بتوصل 9-10 مرات، فيجب على اللعيبه ان يستغل، ويجب على المدرب ايضا ان هو يمرنهم على استغلال الفرص. مفيش مانع ان يشتغل على اليه اللعب الاحد، يعني شوف الكره بتاعت طاهر محمد طاهر ولا كره كريم فؤاد. يعني كره كريم فؤاد دي ثقه، يعني هو راح عاوز ياكدها، ما عندوش حاسه الفيرود كفيرود، كان لازم يشيلها من فوق اللعيب، ولكن كويس انه بيروح في المكان ده. يعني انت عندك حاجات حلوه كتير قوي حصلت النهارده صحيح. ايجابيه يجب ان احنا نبني عليها بالظبط. وانا على قد ما زعلان ان احنا تعادلنا، على قد ما سعيد باداء الشوط الثاني. ليه النادي الاهلي يعني المفترض على طول يبقى بيلعب كده يعني، ولكن انا سعيد انه اتحسننا كتير قوي عن بدايه الموسم. صحيح كابتن اسامه، في البدايه مبروك التصدر، شوط ابدع فيه النادي الاهلي الشوط الثاني، من افضل اشواط النادي الاهلي في الفتره الاخيره، والنتيجه لا تدل على سير المباراه مطلقا، نتيجه غير عادله. صحيح. النهارده الاهلي بيلعب خارج ملعبه. النهارده خلينا نتكلم بقى على الايجابيات الاول. تلعب خارج ملعبك في الجوله الثانيه النهارده بعد التعادل اللي كلنا زعلين عليه، كان الاهلي يستحق واللعيبه تستحق النهارده ان احنا نفوز بعد الاداء وكم الفرص والاداء الرائع اللي عمله النادي الاهلي، لكن بخطا بسيط رجع تعادل يانج مره ثانيه. لكن انت النهارده بتتصدر باربع نقاط. مظبوط، لسه عندك الجوله ثالثه على ملعبك والاستاد يوم الجمعه اللي جاي ان شاء الله في المتناول. النادي الاهلي إن شاء الله في ملعبه ان شاء الله يتصدر ويفرق في الجوله دي. لكن النهارده لما احنا بنتكلم عن اداء الشوط الثاني، الاهلي عمله النهارده أكثر من رائع اللاعبين، لازم نشيد بكولر. كولر اللي كنا الفترة اللي فاتت بننتقده بسبب التغييرات المتأخرة، النهارده فاجئنا كلنا بتغيير إمام عاشور بمحمد مجدي قفشة بداية الشوط الثاني، واحنا كلنا هنا معنا بين الشوطين إمام عاشور محتاج ينزل يلعب الدور اللي بيلعبه قفشة مجدي قفشة علشان يجمع لعب ويبدأ يشتغل من تحت. صحيح، فاجئنا بالتغييرة دي. فالنهارده بعد ما كان المباراة اللي فاتت بغير في الدقيقة 80، لا ده النهارده استغل التغييرات من بدري اللي نشطت الفرقه وعملت الفارق. مزبوط. من بدايه الشوط الثاني لدرجه اول 10 دقائق كنا عاملين نقول لازم الاهلي يخطف دلوقتي عشان نخلص على المباراه.
تغييراته في الدقيقه 70 برضه تغييرات بدري، ما استناش للدقيقه 80 لا 70 برضه بعد تغييره مجدي قفشه. نزل مين؟ طاهر مكان كهربا، نشط الناحيه الهجوميه، بدات يانج عايز يضغط من قدام، بدا في مساحات طاهر بدا يشتغل. طاهر ادى اداء جيد بصراحه. نفس الكلام كريم فؤاد مكان حسين الشحات، عنده السرعات واستغل الكلام ده وراح النهارده بفرص. وعمرو السوليه اللي هو عودته مهمه جدا مكان مروان عطيه اللي كان مجبر النهارده. خلي بالك النهارده الراجل لو مروان عطيه ما خدش انذار كان كمل، كان كمل المباراه جنب ديانج، وكنت هتحس بالامان اكتر في الحته الدفاعيه. لكن كان مجبر عشان عنده انذار، ممكن في لعبه ثانيه انذار ثاني تلعب نص تدخل في مشكله، فهو تجاوز الحته دي فنزل عمرو السوليه. فالنهارده التغييرات هي اللي خلت الشكل النهارده بتاع النادي الاهلي اداء رائع. كولر يحسب له النهارده، غير بين الشوطين وغير في الدقيقه 70، وطبعا خالد عبد الفتاح يعني تغيير اضطراري مكان ياسر ابراهيم الاصابه، لكن كان لازم يبقى فيه بقى ايه التفاصيل الصغيره اللي احنا بنتكلم عنها. بس ياسر ورامي قدوا مباراه جيده النهارده. شفت مورينيو لما بيجي مثلا في مباراه بيكسب فيها بتلاقيه راح عمل سبرنت بسرعه، جاب لعيب من من اللي بيسخنه عشان ينزل، ان هو ده التوقيت. التوقيت ان انا كسبت بيرسي تو خلاص البطاريه فضيت. لازم النهارده ممكن ازوق خالد عبد الفتاح ناحيه اليمين واقفل الجبهه دي تماما وخلاص واقفل الدنيا، هي دي هي دي اللي فرقت. لكن كان النادي الاهلي ممكن برغم التغييره دي لو ما اتعملتش كان ممكن اللعيبه تطلع وتكسب 2-3. بس هو الكابتن عادل قال لك حاجه في الملعب كان لازم تحصل من اللعيبه في الملعب. انت بعد 1-0 حققت الهدف، طبعا حققت الهدف، انت خلاص انت كلاعب وانت اللي راكب الجيه خلاص نهدي الريتم. يا شباب ما ينفعش مدرب من بره يدي تعليماته ان نص الملعب بتاعك ده يقف يقف وقفه ما يبقاش فيه رد. انا لقيت فرقتي كلها رايحه اجيب الجون الثاني. فين الفريق؟ محتاجه مدرب بقى النهارده. انت كم الخبرات اللي موجوده عندك كلاعب ولعبت ومريت بتجارب زي دي. النهارده بيرسي تاو انا كسبت اكيد الفرقه الثانيه هتضغط، لازم ارجع واقف في مكاني اخد نفسي في مكاني اضيق المسافات ابدا اشتغل والعب على المساحات اللي في ظهرهم. اسف يا اسامه معلش، محمد هاني ده انا ما اشوفوش ثاني بيعدي خط النص. لازم في اثنين ارتكاز دول ارجع ديانج ده يقف في الحته دي. ما فيش الكلام، انت بتعمل خلاص فريزن يعني حققت الهدف خلاص، بتتلج المباراه خلاص. ابتدت المباراه بقت ملكك انت. مظبوط. بس وهم كمان بدنيا فاهم زي ما قال صح، مش قادرين مش قادرين من اول 45 دقيقه. خلي بالك النهارده انت تلعب مباراه من 48 ساعه، انت بتلعب من اول دقيقه ان شاء الله بدنيا وسفر، انت بدنيا وانت اللي راكب الشوط الثاني، انت الفرص، انت الاستحواذ، انت كل شيء. التغييرات النهارده اثمرت في المباراه، خلت شكل النادي الاهلي شكل افضل. يعني النهارده يعني تعادل غير مستحق يعني، عشان كده احنا زعلنا انك انت كنت ممكن تكسب صحيح. واحد واثنين وثلاثة صحيح. ودي بقى شخصية البطل انك انت بالاداء الرائع ده وتلعب خارج ملعبك صحيح. انك تتصدر بطريقة مريحة جدا. لكن النهاردة حتة الفرص بقى مزبوط. في مباريات زي النهاردة فيها فرص كتير، فهتلاقي كريم فؤاد بيروح بانفراد من نص الملعب يعني بيهدروا فيها رعونة شوية. طاهر محمد طاهر الكرة اللي جات له كان ممكن، وانا طبعا ما بيلعبش مهاجم فالنهارده اتوظف في الحته دي اجت فيها بشكل كبير. بس عايز اقول لك ده انا من ضمن الاسئله والله بشكل كبير كاتب لي حتى ما فكرني اسالك على توظيف طاهر في مركز راس الحرب. طاهر يعني لما بيلعب طرف يمين وطرف شمال هو طاهر عنده لعيب عنده سرعات بيحب المساحه، دايما اللعيب اللي عنده سرعات انت ما تزنقوش في الخط عشان الخط دايما محتاج محدود اكتر. اما انت لما في قلب الملعب لا هو متحرك بيروح يمين يروح عنده قوه بدنيه بالظبط. الكره اللي عملها في قلب الملعب وقطعها ولعبها لكريم فؤاد، والكره الثانيه الاول ما نزل عملها لعلي معلول. لا طاهر محمد واحده راح بيها انفراد الحته دي لو تم توظيفه واشتغل في المكان ده ممكن يعني يبقى في مباريات إضافة. كبيره اضافه في الحته دي يقدر يحللك في المنطقه دي. لكن حته اهدار الفرص اهدار الفرص في مباريات في افريقيا ممكن تلاقي هي مباراه الفرصه الواحده. مباراة الفرصة الواحدة دي ما ينفعش. ده احنا قلنا ايه قبل الماتش؟ قلنا ايه؟ انصاف الفرص. طبعا. احنا جات لنا 8 فرص حقيقية. ها يا كابتن معلش. ده مش الشوط الأول. أسامة. ممكن نقول حاجة على طاهر فضل. بعد إذنكم؟ اتفضل. أنا متخيل طاهر محمد طاهر لعيب بلا واجبات. من وجهة نظري. ما تديلوش واجبات كتير. طاهر محمد طاهر لعيب سترايكر. يلعب في الحتة الأمامية. حتة إنك أنت بيقف طرف يمين وبيرجع يدافع وبعدين يهاجم. انا في رايي لو استغليته في حته الراس حربه
هيعمل لك حاجه كويسه. هو نجح فيها لو فاكر فين؟ كاس العالم للانديه مع موسيماني. اه كاس العالم للانديه صح. فاول مباراه بطل المكسيك. بطل المكسيك كان افضل واحد في الملعب. مظبوط. طاهر محمد طاهر يمتلك السرعه، يمتلك القوه، يمتلك مهاره الفروي ومتحرك. اتمنى وجسمه قوي. اتمنى ان طاهر محمد طاهر لو توظف راس حربه هيحل لنا مشكله الراس حربه باذن الله رب العالمين الفتره دي ان شاء الله. بص يا كابتن شريف، انا يعني اعظم لك النهارده. انت قلت من بدايه المباراه ان النادي الاهلي هو الفريق الافضل النهارده، وان يانج افريكانز من البدايه من قبل ما نبتدي المباراه فريق في المتناول، مع ان المعطيات قبل الماتش كانت تنذر بصعوبه الماتش صعوبه بالغه. بقول لك ايه يا ايمن، الفرقه اللي تاخد ثلاثه وهي مسيطره على الماتش ده كله اكيد فيها سهرات كتير جدا. يعني انت بتروح تلعب مع فرقه واحنا اتفرجنا عليهم بيضغطوا، عندهم الحاله البدنيه كويس قوي بسرعه، ولكن النو هاو بتاع الكوره مش موجود في كل اللعيبه اللي موجوده. مش موجود زي بلوزداد مثلا في الفرقه بتاعته. لا بلوزداد دي فرقه واقفه على حيلها وعندها عمود فقري في كل خط. الفرقه اللي احنا بنلعبها دي اللي من اوغندا واللي من يعني دول مش جايين من ميلانو وسانتيتيان لا 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 لا، دول يعني اجتهاد، فرقه معموله شكلها حلو، بقالنا فترات كتير ما اتفرجتش عليهم بالشكل ده. هم الفتره دي هم كويسين لحد ما، ولكن مش افضل من النادي الاهلي طبعا، مش افضل بمراحل، مش افضل من الاهلي، مش افضل حد من افضل من الاهلي، مش من النادي طبعا طبعا عادل، مش افضل من بلوزداد. انت فاهم قصدي انا ايه؟ يعني في فوارق فوارق في الامكانيات في جميع الخطوط. يعني انا انتوا قاعدين تتكلموا في طاهر وفي كهربا حسين الشحات وامام عاشور، النهارده كان وحش وامام عاشور، لا كان لازم يتوظف في حته، وبيرسي تاو وقفشه وديانج ومروان. لا ولما غاب منك واحد خدت بالك اللي هو الديفندر بتاعك محمد عبد المنعم اللي هو يعتبر من احسن اللعيبه اللي موجوده دلوقتي، اتعوضت الحكايه وناس بتلعب بروح وبتعوض صحيح. بكل شيء الاثنين اللي لعبوا ورا هاني النهارده عامل شوط الشوط الثاني هايل. بينقصك ايه بقى في الحتت دي؟ لما نيجي نقول ايه هاني؟ الثقه. ايه الثقه؟ اللعيبه دي لازم تثق في نفسها، ودي انا بحملها للجهاز الفني. كل لعيب لازم تديله ثقته في نفسه وتكلمه قبل الماتش. لازم عبد القادر ها؟ عبد القادر ده انت لازم انت اللي تجيبه، لازم تجيب مدرب يقعد معاه ويقول له عبد القادر انت واحد اثنين ثلاثه اربعه امكانياتك. صح. لازم تشتغل على دول، ما تفكرش في حاجات ثانيه، احنا عارفين انك كذا وكذا وكذا وكذا، يعني فاهم قصدي؟ انا لازم يبقى عندي مساحه من الوقت نص ساعه للعيبه معينه صحيح. انا شايفها خرجت شوية. مني ما ينفعش قفشه اي حد تاني. انت النهارده هتلعب اجهز اللعيبه، انت النهارده معايا من الشوط الثاني اجهز عشان صحيح. فهمت انا قصدي؟ طب استاذنك بس في المقاطعه كابتن شريف معلش، هنروح لمستر كولر نشوف قال ايه بعد المباراه. Ich denke, die zweite Halbzeit die war noch besser. Wir haben gleich nach der Pause eine Möglichkeit, haben dann, denke ich, auch am Schluss noch nach dem 1-0 Möglichkeiten, das zweite Tor zu erzielen. Und dann waren wir am Schluss nicht ganz so, oder nicht ganz bis zum ganz am Ende des Spiels. Fokus gehabt oder war zu offensiv und haben dann noch das Gegentor bekommen. Aber grundsätzlich war es ein guter Auftritt. Es war und ist für uns natürlich auch schwierig. Die Luftfeuchtigkeit ist ganz anders als bei uns. Die Spieler haben alles rausgehauen und wir können mit dem 1-1 leben. I think we had, in general, a good game. We had in the first half great chances to score in the first half. In the second half, we were better, and we had a great chance. And in the first minutes then of the second half, we had chances in the second half also. With it was 1-0 and 1-1. We had a chance afterward. I think 1-1 is. Okay result, but we've done a good game. We concerning the weather,
which is very difficult for us here, but I think in general we had a good game. اعتقد ان احنا عملنا في المجمل الماتش كويس. الشوط الاولاني كان عندنا فرصه وفرصتين في منتهى الخطوره، جوان حقيقيه، فرص حقيقيه. الشوط الثاني كنا كمان افضل، سيطرنا على المباراه، اضعنا اهداف كمان اول دقيقه في الشوط الثاني، نزلنا ضيعنا جون، مركزين من اول دقيقه في الشوطين. الشوط الثاني بنضيع، جبنا جون، ضيعنا بعد الجون كمان الاولاني كان ممكن نجيب 2-0. للاسف لعبنا بشكل في اخر 5 دقائق، كنا بنهاجم زياده عن اللزوم وكان المفروض نقف شويه، فده كلفنا جون، ورغم كده برضو ضيعنا بعدها جون كان ممكن نتقدم بيه. لكن في المجمل نتيجه 1-1 قد تكون مرضيه في العام لها بره ارضنا، مع اعتبار الجو رطوبه عاليه هنا جدا، درجه الحراره برضو مش زي عندنا في بلدنا. لكن كل ده بنحطه في الاعتبار، نقول ان النتيجه ممكن نقبلها، لكن طبعا بالنسبه للفرص اللي اتاحت لنا النهارده كان المفروض نكسبها. Fast das Spiel in Kontrolle gehabt oder kontrolliert oder dominiert. Da hatten wir dann viele Chancen gehabt. We are very happy for the comeback of Sulaya. He is a very important player for us. He brought calmness in the field with his experience. We are very happy for his comeback, and he's done a good game. The same for Karim. Karim played well. He had a great chance today, 100% chance today. And it's very important for us his comeback also, and he's done a good game. احنا سعداء جدا بعوده كابتن عمرو السوليه لينا. كابتن عمرو خبره كبيره جدا، نزوله عمل هدوء في نص الملعب، قدرنا نسيطر اكتر، عمل اداء هايل من ساعه ما نزل، واحنا سعداء جدا بخبرته بادائه النهارده. كريم كمان النهارده عمل ماتش كويس، اتحرك كويس جدا في الكوره، اضاع فرصه 100% محققه بتحركه الرائع في العمق. لكن برضو احنا سعداء بعوده كريم التدريجيه للمباريات كجناح مهم جدا للنادي الاهلي. The question, please. I heard the first part about Tanzania. Tanzania is a little bit tough for us. Yes. And then the question. Yes. The question. So, for the first game, where is opponent of you were better today? Which team was better today? Where were you better today? Also, Tanzania bleibt dann eine harte Nummer dann für uns dann mit dem 1-1. Wir fast gewinnen hier nicht. Welche Mannschaft war die bessere Mannschaft? Ja, also wir haben 1-1 gespielt und das heißt, es war ausgeglichen. Ich glaube, wir hatten die klareren Torchancen. Wir hatten, ja, denke ich, ja, drei, 1, 2, 3, 4 hundertprozentige, also ja,
müssen wir eigentlich ein Tor schießen und dann wäre es klar gewesen. Ne? Und, ja. Aber es ist halt, Fußball ist auch ein Wunschkonzert, man muss es so annehmen, man vergibt Torchancen, manchmal schießt man oder verwertet man Tor, mögliche Torchancen. Und heute war das leider nur bei einem Tor. What can I say? We played a draw, and a draw is a draw. But I think we had more chances, more great chances than young Africans. I think we could have, we had 3 or 4 100% goals today, and we had 1, 3 or 4. When we have scored these chances, and then we can speak about another result. But it's football. Football is not a wish concert. It's a part of football that you don't score every chance you get. But I think concerning the chances, we were the team was more chances today. بالنسبة ل هو التعادل هو التعادل التعادل معناه إن في الآخر النتيجة متكافئة لكن أعتقد بحساب الفرص. احنا اضعنا 3-4 فرص انا ما اسمهاش فرص دي المفروض اهداف يعني كور المفروض تخش جوان على طول محققه لو كانت الجوان دي دخلت او الفرص دي دخلت احنا بنتكلم في النتيجه كانت تخلص النهارده 3-4 كان الكلام هيتغير خالص بعد المؤتمر لكن هي دي كره القدم كره القدم مش بتقدر ان انت دايما تعمل كل اللي نفسك فيه جزء من كره القدم تضييع الاهداف اعتقد ان احنا النهارده بحساب الاهداف الفرص ولو كنا احرزنا الفرص كنا احنا الفريق اللي ليه حظوظ اكبر بكتير النهارده. One last question. محمد توفيق قناه النادي الاهلي بجد حقيقه على السيناريو اللي حاطه للمباراه والمشهد المباراه اللي هو عايز. بالذات في التغييرات النهارده خاصه ان الفريق حسن جدا بعد التغييرات. Ja, ich denke, dass wir eben vielleicht der erste Halbzeit war, da haben wir uns noch nicht so getraut, Fußball zu spielen. Wir haben den Ball zu schnell wieder verloren. Und das haben wir in der Pause angesprochen und dann zweite Halbzeit war besser. Da haben wir nach hinten nicht viel zugelassen und nach vorne haben wir uns Möglichkeiten rausgespielt. Einwechslung, neben Karim hat eine große Chance. Taher hat viel Wirbel reingebracht, hat viel Zug reingebracht, hatte auch eine Top-Chance von 16 Meter. Und ja, das war eine gute Einwechslung. Haben alles gegeben da und das ist wichtig für uns, dass wir, wenn wir Wechsel machen, dass die natürlich dann bereit sind und noch was Zusätzliches bringen können. Das haben sie heute gemacht. احنا في المجمل احنا الشوط الاولاني كنا كويسين جدا دفاعيا يمكن هجوميا كان ناقصنا شويه ان احنا كنا بنفقد الكره كتير كان مفيش ثقه شويه في نقل الكوره لكن احنا اتكلمنا مع اللعيبه بين الشوطين في ده ان احنا بنفقد الكوره كتير اتكلمت معاهم اديت لهم تعليمات بين الشوطين عملنا تغيير بدات الامور تتحسن كتير الشوط الثاني التغييرات اللي بدانا نعملها حركت الفرقه جدا سوليه طبعا بهدوءه كريم خلق فرصه خطيره جدا طاهر قدام كان عامل زي هو بيقول زي الاعصار كان عامل ازعاج غير عادي للمنافس من ساعه ما نزل ما بيقاتل على كل كوره وخلق برده فرصه خطيره جدا جوه ال 18 كانت تنهي المباراه فمهم جدا ان التغييرات تساعدك ان اللاعب يبقى نازل مركز ان هو عايز بيساعدني على التغيير اراده اللاعب ورغبته مفيش لعيب النهارده بخل بالجهد في المباراه كل اللعيبه ادت اللي عليها وعملت كل حاجه لكن كان في غياب للتوفيق واحنا لازم نبني على ده ان شاء الله. طبعا مستر كولر ابدى رضاه عن الاداء وقال بمعناه يعني احنا الشوط الثاني طبعا كنا افضل الشوط الاولاني ما كناش مستحوذين على الكره ظهرنا بشكل اقل الشوط الثاني اتكلم بين الشوطين مع اللعيبه عمل تغييرات التغييرات عملت المردود اللي هو كان متوقعه مفيش لعيب بخل هو قال بالنص كده مفيش لعيب بخل باي مجهود النهارده اداء جيد جدا من النادي الاهلي قد
تبدو النتيجة يعني 1-1 لا تعبر عن سير المباراة، ولكن قد تبدو مرضية. قد تبدو مرضية، هي بالنسبة للظروف تبدو مرضية. واللي أنا برضو خلي بال حضراتكم عشان أنا عايز أتكلم، علشان هيطلع ناس تقول لك إيه ده الأهلي اتعادل مع يانج أفريكانز اللي أقل منه بمراحل في تنزانيا 1-1. الأهلي كان راكب الجيم الشوط الثاني، وان سايد جيم. الأهلي عمل أفضل أداء الشوط الثاني، أفضل أداء، غاب عنه التوفيق في الفرص الكتيرة اللي ضاعت. مش عايزين نتكلم على أندية تانية كانت بتلعب أندية أقل في المستوى، ولكن هم كله دلوقتي اللي هيطلع يتكلم بقى هيطلع يتكلم بس على النادي الأهلي. ولكن النادي الأهلي أدى أداء جيد جدا النهاردة. النتيجة زي ما قال مستر كولر في المؤتمر تعتبر مرضية بالنسبة للظروف المحيطة، تعتبر مرضية. تصدرت إيه المجموعة، ودايما متعودين دايما متعودين لما النادي الأهلي بيتصدر. خلي بال حضراتكم عشان افكركم برضو بالسنين اللي فاتت، السنه يعني مش هنروح بعيد، السنه اللي فاتت البدايه كانت متعثره. لا، البدايه السنه دي ان شاء الله بدايه مبشره. مش مبسوطه عشان احنا النهارده ما كسبناش، كلنا مش مبسوطين، ولكن متصدرين. عملنا اداء ولا اروع. شوط تاني من افضل الاشواط اللي عملها النادي الاهلي الموسم ده. القادم افضل، وده واضح. يمكن كابتننا قال لك ايه، احنا النهارده خلاص احنا حطينا رجلينا، الشوط الثاني شوط ولا اروع، نبني عليه. يبقى الفتره الجايه نبني عليه، لان اللي جاي اصعب. جاي لك شباب بلوزداد هنا، ان شاء الله ان شاء الله التوفيق يحالف النادي الاهلي، تكسب الماتش ده تتربع تروح في حته ثانيه. هم بقى يلهاتوا عشان يجوا لك، بس انت تروح في حته ثانيه، وبعدين بقى نروح لكاس العالم للانديه اللي ما بيروحوش غير النادي الاهلي. شرفنا الان كابتن احمد فوزي، منورنا كابتن. حبيبي يا كابتن، نور ليك والصحبه الجميله دي اللي يعني الحمد لله النهارده للاسف ضيعنا نقطتين. كنا احنا حق بيهم، يعني اعتقد اداء من احسن اداء للنادي الاهلي من ساعه مباراه اتحاد العاصمه دي. من وجهه نظري احسن اداء للنادي الاهلي، احسن توليفه لعيبه. هارد لك في النتيجه في الاول وفي الاخر، في التوفيق وعدمه. اعتقد ان عدم التوفيق النهارده ملازمنا، ويمكن مستر اوكولا قال الكلام ده، اتكلم عليه صح، اكيد حضراتكم ذكرتوا الكلام ده. بس بالنسبه للحراسه بقى، ده يعني اللي انا هطلع اتكلم فيه. اتفضل. قبل المباراه يعني قلت لحضرتك الحارس حارس كويس جدا، حارس منتخب مالي عنده خبرات كبيره. قلت لك حارس عنده التوقع وحسن الحركه كويس جدا، لان هو طوله 175 سنتي ما بيطلعش على كروسات. قلت لحضرتك اي كوره باك باس لورا او كوره كروس على طول بيطلع بطريقه غريبه، بيغير بيطلع بره المرمى. ثواني بس، قبل ده هنتكلم في حاجات للاسف احنا ما عندناش ميديا غير بتاعه الشوط الثاني بس، ففي كام كوره في الشوط الاولاني لازم انوه عنهم. صحيح ما معناش ميديا ليهم، ولكن لازم ان انا اتكلم عليهم تحديدا. الشناوي في الدقيقه العشرة انفراد قدر يتعامل معاه بطريقه مميزه جدا، ويقفل على الراجل ويقلل المساحه. والراجل لما لعب الكره حتى الشناوي طلعها برجليه، وكان الانفراد ده لو كان جه كان قلب علينا الجيم من بدري، لكن الشناوي التصدي بتاعه خلانا في الجيم وخلانا راكبين الجيم في اول 10 دقائق. في الدقيقه 17 ونص او 18 تحديدا كهربا عدى من ناحيه الشمال وعمل باك باس زي ما قلت لحضرتك يا كابتن قبل المباراه. اي باك باس الجون بيطلع بره الجيم، وراحت لحسين الشحات لو في توفيق من حسين الشحات يحطها في الجون. ولكن انا بتكلم هنا على الخروج الخاطئ لحارس المرمى، هو عشان هو بيتوقع كويس جدا، وعشان هو عنده سرعه حركه في رجليه بيقدر يتوقع بدري. بس يا اما تيجي يا اما ما تجيش، ويمكن هنشوف حاجات في الشوط الثاني بنفس الطريقه، وكان منها احداها الهدف بتاع النادي الاهلي برضو خروج خاطئ منه في الدقيقه. اعتقد بعد كده مفيش حاجه بقى، يعني الشوط الاولاني بعد كده كله حاجات يعني ضربه مرمى غلط. في بقى ارسال هايل من الشناوي في هجمه، بيرسي تاو لعبها بدماغه، كانت الكره دي طلعت اوت، الشناوي راح حاططها ضربه مرمى ولعب لونج بول لبيرسي تاو، عملها بدماغه لحسين الشحات. بس للاسف حسين الشحات ده جوه ال6 يارد او جوه ال18، وحسين الشحات للاسف عمل فاول مع المدافع. والكره دي بتدل بقى على ايه؟ بتدل على واحد مستر كولر وكلامه للشناوي ان انا لازم العب الكاونتر اتاك بسرعه، لان هم ما بيرجعوش بسرعه. مظبوط. رقم اثنين
تركيز الشناوي في الجيم انه الارسال بتاعه يكون متقن ويروح لواحد يقدر يوصلنا للمرمى بتاع المنافس بسهوله ويسر وسرعه. فده طبعا حاجه يحيى عليها الشناوي. نيجي للشوط الثاني. اول كره يمكن كانت في الدقيقه 71 تقريبا. الكره دي هنا انا بس عايز اقول حاجه قبل ما نحرك الكره. علي معلول هيعمل باص بالعرض والحارس هيطلع يقطع عليه. الحارس ده على طول متوقع ان الكره تتعمل بالعرض لبره. لو معلول يحطها في الضيقه, معلول زي ما بيقولوا كده في الكوره صايع كوره يحطها في الضيقه. والله قلت له اسامه كده يعني في اللعبه دي على طول. كابتن محمد يوسف كان بيروح يعمل كده وحاططها في الضيقه وجاب جول في الزمالك. جاب جول في الزمالك كده صح, ملعب مولين 3-0 بالظبط 3-0 مظبوط. لو معلول حطها هو كان طالع اصلا, يعني هو كان طالع اوريدي بره مرماه. الصوره اللي بعدها هو الراجل قطع. بص بقى كابتن هنا, استنى, هو هنا مش محدد هو رايح بيه. صعب جدا لما تيجي تروح لكره معموله بالعرض تروح بالشكل ده, الكره في اتجاه وانت جسمك في اتجاه تاني. معلش ارجع لي بقى, معلش انا في الصوره. الكره وهي جايه لي هنا انا لا يمكن ان انا اكون بستلم كده والكره كده. الكره دي راحت منه. وقعت منه ولو كان كريم فؤاد مركز, وهنشوف لسه انا جايب صوره ثالثه ليها, لو كريم فؤاد مركز كان ممكن ياخدها ويحطها جول. هنا انا بتكلم في كده ايه, الراجل جون كويس جدا ولكن عنده اخطاء كبيره جدا 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 مع انه حارس مرمى دولي بيلعب لمنتخب مالي. الصوره الثالثه بعد ما طلعها بالطريقه الغريبه دي كان لازم في فولو عليه من كريم. يمكن تاو عمل فولو بس تاو عشان هو جاي من العكسيه متأخر. فكمل في ظهره, انما كان لازم كريم فؤاد يبقى مواجه ليه. ودي اول حاجه خلي بالك هنستفاد من الكلام ده في الماتش اللي هنا. ان اللي هيوصل بره يا اما يعمل لبره تحت كويس قوي لما يحطه في الجون في الضيقه. كره كهربا بس ما معناش فيد ليها. لو معانا فيد ليها هوري حضرتك برضو انه طلع خطوتين بالجنب لقدام. لو كان كهربا بس كهربا كان مزنوق كان معاه واحد. انما هنا يمكن لعلي كانت اسهل لعلي شويه من كهربا بتاعه الشوط الاولاني. اللي بعديها دقيقه 73 اعتقد انفراد تام. انا بس عايز انزل اصبر هنا. بص يا كابتن الانفراد ده المفترض ان كريم فؤاد شايف الحارس كويس. الحارس طالع له بره السكس يارده باتنين يارد. يعني هو عامل ايه؟ متوقع ان كريم فؤاد اول ما يستلم هروح عليه في وشه. هنا كريم استلم, امشي خطوه معايا الحارس. بص يا كابتن بقى قبل ما كريم يلعب بص الحارس ايه عامل ايه. الحارس تاني رجله الشمال وفرد اليمين عشان هو كده كده هيترمي على يمينه. هو متوقع واخد القرار ان كريم هيلعب على يمينه كريم لو صبر او بص عليه كان حطها له على شماله. انما كريم عشان برضه هو واخد القرار وبصص في الارض مش شايف الحارس حطها في نفس الاتجاه اللي الحارس عامله. انما الحارس هنا اتصرف كويس جدا, راح على الرجل الشمال واترمى على يمينه عشان متاكد من كريم. وده برده عشان حسن التوقع اللي احنا بنتكلم عليه انه راجل عنده خبرات وحارس جيد جدا. وانا اعتقد ان الكره دي شالها لما تعادت في سرعه يعني لما شفتها اول مره ما كنتش متوقع انها صعبه كده. لما تعادت من ورا لقيتها فعلا الكره صعبه جدا, بدليل ان الكره يا دوبك هيلمس تاتش بالعافيه وهو فارق جسمه على الاخر, مع ان جسمه الى حد ما يعتبر صغير بالنسبه لحراس افريقيا. فطبعا انا زي ما بقول الحارس ده حارس جيد وحارس محترم جدا شايفه جدا. احسن واحد في الفرقه ايه, انا شايفه افضل لعيب في الفرقه. هو احسن واحد عشر مش حد يمكن هو واللي اسمه كي ده ضغط النادي الاهلي هو بالظبط. هو النادي الاهلي هو اللي كان مسيطر, هو اللي كان مستحوذ, هو اللي كان بيلعبنا, هو اللي بالظبط هو اللي كان بيلعبنا بالامانه. بعد كده يمكن الهدف اللي احنا احرزناه ثانيه واحده نرجع ورا. مفيش صوره قبليها صح, دي اول واحده. طيب هو طلع وما اتكلمش. لا انا هوري حضرتك حاجه. بص سيبك من الكوره فين ومكانها وكل حاجه. في صوره قبليها معلش, المفروض ان في صوره قبل دي انا كنت واخدها. لو مش موجوده خلاص مش ممكن. هنا يا كابتن بقى بص الراجل نازل لتحت قد ايه وكاسر رجليه قد ايه. تاني هو يعتبر كده قاعد على كرسي زي ما احنا بنقول بالبلدي. ايوه لما تحب تقوم من على الكرسي بتعمل ايه؟ اول حاجه الاول بتفرد ركبتك مظبوط عشان تقوم وقت. تمشي وتتحرك تاخد وقت تمام. فبتاخد ايه اقل اكتر من ثانيه ونص عشان تتحرك. ايوه هو ده اللي حصل معاه. الكره خبطت في واحد, لو هو واقف عادي جدا هو بس المشكله يعني ارجعوا لي معلش بالكاميرا تاني معلش يا جماعه عشان بس احضر حاجه وبعدين نرجع تاني للصوره. هو لو واقف هو نازل تحت زي ما بقول لحضرتك انت عايز واحد يشد الكرسي
فانت تقوم تفرد تقف وبعدين تبتدي تجري عشان تطلع الاوفر. لما هو بقى لو واقف طبيعي هيعمل ايه؟ كل اللي فات ده كل الحركات الثلاثه اللي فاتت دول مش هيعملوا، هيبتدي يجري على طول مزبوط. عشان يوصل للكوره. هنا هو تحت، كمل معايا الصوره اللي بعديها. هنا حاجتين، الحاجه الاولانيه هو عبال ما وصل كان زميله طلع بدماغه، صح. الحاجه الثانيه مفيش تفاهم بينه مكلمش. وبين السرد باك، لو هو اتكلم كان السرد باك سابها له، انما طبعا الحمد لله انه الحمد لله انه ما اتكلمش. لما طلع بره كده والسرد باك غلط في خروج الكره، ما فيش حد بيطلع الكره طبعا على نقطه البنالتي، راحت لتاو اللي حطها بكل سهوله وكل اريحيه، وهو اوت اوف كنترول، اوت اوف بوزيشن، اوت اوف كل حاجه، بقى جول سهل جدا بالنسبه لتاو، والحمد لله احرزنا منه الهدف. وده الهدف ده بيديك برده ان هو على طول متسربع وعلى طول متوقع الكره رايحه فين، بس يمكن قدراته البدنيه هي اللي ايه، هي اللي مأثره عليه بالسلب شويه. نيجي بعد كده للاسف الهدف اللي دخل فينا، انا هنا جايب الصوره من ورا وما رضيتش اجيبها من قدام لسببين. اول حاجه الشدناوي قافل الزاويه 110 على 10 100% قافل الزاويه صح، ايوه والى حد ما متوقع ان الكره دي تتلعب في البعيد. هتقول لي ايه اللي خلاك تقول كده؟ بص على رجله الشمال ورجله اليمين بالظبط، رجله اليمين هي اللي راكز بيها على الارض، مظبوط، رجله الشمال هي اللي في الهواء، ده معناه انه طالما هو ركز على رجله اليمين انه هيضرب الارض بالشمال عشان يروح يطلع بالشمال. فللاسف الراجل غير او هو ما لحقش يغير، الراجل لعب لحق يا دوبك ببطن رجله، فجت في نفس الاتجاه. طيب هنا ايه بقى الصوره دي انا جايبها هنا ليه قبل ما الراجل يلعب؟ الراجل حواليه ثلاثه، الشناوي شايف الكوره وواقف صح بس موطي شويه. تاني هنا المسافه بيني وبين الراجل ازيد من حوالي 15 يارده. بنقول كان في عدم رؤيه هنا فوزي بالنسبه للشناوي، عشان كده وطى شويه كده يبص يشوف الكوره. ده كان في كان في عدم لما تعادت من ورا يعني شايف من هنا ممكن يكون في عدم رؤيه. لا يا كابتن لو جبت لحضرتك الصوره من ورا الصوره واضحه، يعني هو شايف كويس قوي يا احمد، مفيش حد يعني مفيش حد اصلا. بص انا من الزاويه دي. طب دلوقتي هل الشناوي لو مش موطي الجزء ده، لو الراجل حطها له في اليمين في الناحيه الثانيه هو واقف بس قصدي شمال وهو واقف بقى على رجله زي ما انت بتقول او مش موطي قوي، طب ما مش هيعرف يلحق يروح لو راحت لو على الارض التانية. طيب ما انا لسه هقول لحضرتك يعني الصوره اللي انت جبتها اللي فاتت. ايوه ميزه الشناوي فيها يا كابتن، الشناوي 194 195 سم تمام، جسمه ما شاء الله طويل. طيب هتقول لي ما هو لو نزل ارتكز تحت هيطلع اللي تحت، لو ما ارتكزش تحت انا اقصد كده مش هيطلع الصوره اللي بعد دي بينت اللي هي يا كابتن معلش هنا تمركزي تمام موطي كده لا قافل الزاويه تمركزي انا تمركزي انا كحارس يا كابتن اسامه هو اللي يخلي طالما انا في نص الجون وفي خط من الكوره لنص الجون في ظهري وقافل كويس دي تبقى بيني لما يكون بيني وبين المهاجم 6 7 يارد او 5 يارد يعني لو اسامه حسني هو سترايكر اهو جاي لي انفراد كل ما يقرب مني كل ما انا انزل لتحت، كل ما يقرب مني كل ما انزل لتحت، ليه؟ لان المساحه بتضيق فصعب انه يلعبها من فوقي، صح؟ طيب انما بقى لو هو جاي لي من 10 12 متر وفي مساحه كبيره لا هشوط فوق هتعامل، تحت هتعامل لان في مساحه، هي القصه في ايه؟ زمن ومساحه، لو المساحه كبيره الزمن هيبقى كبير اقدر اترمي، انما لو المساحه صغيره بيني وبين اسامه مثلا 5 يارده او 6 يارده مفيش مساحه فانا انزل لتحت اكتر عشان ابقى يا دوبك على قد الرمي بالظبط. فهي هنا بقى المشكله الشناوي نازل لتحت قوي زياده عن اللزوم لما اتلعبت عاليه جت قويه جدا برضه. طب هقول لحضرتك الفكره في ايه، لما اتلعبت عاليه عايز يعمل ايه الشناوي؟ عايز يفرد وسطه الاول عشان يروح يترمي ويشيل بايده صح مظبوط. طب انا لو واقف فوق وهي عاليه هعمل كده تاني يعني هو القصه في ايه؟ هو نازل تحت فلازم عشان يفرد والكره تبقى فوق بس الصوره اهي بالظبط الصوره اهي دي انا اقصد بقى يا احمد لو على شماله بقى لا وهو فوق وهو فوق على شماله في مساحه يا كابتن ازيد من 15 متر دي هيترمي. خلي بالك احنا مش بجناحات، الحراس مش بجناحات مش هتطلع كل كره عليها طبعا يعني مزبوط. لما تتحط في البعيده في الارض في اخر الجول ما حدش هيشيله حاجه صعبه، انما للاسف اي حاجه في الضيقه فوق تحت في الوسط كله بيقول لك الجول غلطان. بس انا بوضح توفيق كبير طبعا. انا بوضح بس ان الشناوي في النقطه دي
مساحه كبيره قوي انه ينزل لتحت. كان لازم الشناوي يبقى تاني ركبته تانيه صغيره بحيث ان يا دوبك يقدر يطير على طول من غير ما ياخد الخطوه بتاعه الفرد ثم التراي. طب هل ده ستايل يا احمد ولا انا بشوفه بيعملها كتير في ماتشات كتير؟ هو بيعملها كتير بتنفعه جدا في الانفرادات. وانا قلت قبل الكابتن قلت الكابتن ايمن قبل المباراه قلت الشناوي بيبقى مميز في الحاجات دي لانه عنده سرعه رد سرعه رجلين بسرعه قوي بيوصل للراجل قبل ما يحط. دي حقيقة. ويمكن حصلت في الشوط الاولاني في الانفراد اللي شاله ودي ميزه مهمه جدا. بس في الاوقات اللي زي دي لا لازم الشناوي يبقى فوق سنه صغيره لان انا جسمي طويل فهقدر اتعامل فوق وتحت بسرعه في مساحه ومسافه كبيره. صحيح. انما برضو للامانه الكره صعبه مش عارف يعني. بس احنا بنتكلم في ايه الايديال الايديال بوزيشن والتمركز بتاعه. مزبوط. انما خلاص في حاجه بتحصل كده وفي حاجه بتحصل بتضحك انت مش بضحك انا اصل احنا بنتوسم فيه دايما ان هو بصراحه جون يعني انا بعتبره جون عالمي يعني. ما فيش هو طبعا فبنتوسم فيه دايما مهما كانت الخطوره ومهما كانت قوه الكوره والكلام من ده ان هو بيقدر يحط ايده فيها يطلعها يعمل. ولكن التوفيق بتاعهم هو اللي كان اكيد طبعا خلي بالك دي الكوره الوحيده اللي جت عليها الشوط الثاني يعني ما تقدرش تتكلم في حاجه. عارف لو الجون ده دخل في الشوط الاولاني وكان في الضغط اللي حصل ده ماشي. انما احنا للاسف حسينا بمراره الهدف انه في دقيقه في التفوق اللي احنا كنا فيه واحنا راكبين الجيم وانت كنت بالظبط وان سايد جيم الشوط الثاني بالظبط. اخر كره انت لسه تحرجني خلاص عدي الجون ده. اخر كره في انفراد لطاهر هنا طاهر وهو بيوقف الجون لسه بيتحرك. ودي بقى الميزه اللي انا جايبها عشانها ان اثناء ما بيوقف الكوره الجون بيتحرك ودي حاجه كويسه جدا. دي صياعه الكوره زي ما بيقولوا انه هو بيستلم ومش باصص عليك تكون انت بتتحرك عشان تطلع تقفل المساحه. اول ما استلم وبص راح الجون عمل ايه اهو ده بقى اللي نزل ليه المسافه هنا اقل من 10 يارده. ايوه لو على الارض هو جسمه صغير مش هيلحق يجيبها بالزبط. فلازم ينزل هو لان جسمه صغير. انما لو طلع فوق وجت على الارض مش هيلحقها. ينزل وقف كويس جدا وقف كويس جدا قفل كويس جدا. للاسف طاهر ما وجهش كويس كان عايز يلعب قوه. المفروض ان دي تتوجه في زاويه مزبوط. مش تتلعب قوه هو لعب قوه جت على شماله في حته سهله بالنسبه له وصدها. يعني انا شايف ان الجون يعتبر هو نجم المباراه النهارده بالنسبه لفريق يانج افريكانز. واتمنى ان شاء الله التوفيق لينا يوم الجمعه الجايه وربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله. معانا في انه تعادل غير مستحق ليانج افريكانز ده 150% يعني بص في الاول في الاخر يا كابتن احنا لو الفرص طبيعية النتيجة تطلع 4-1 أو 5-1 على الأقل ده على الأقل على أقل تقدير. صحيح صحيح الحمد لله الحمد لله رب العالمين. شكرا جزيلا يا كابتن أحمد والقادم أفضل بإذن الله. حبيبي يا كابتن إن شاء الله. طيب نروح مرة أخرى لملعب يانج أفريكانز وزميلنا محمد توفيق ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الأهلي. تحياتي ليك كابتن ايمن ضيوفك الكرام جمهور النادي الاهلي في كل مكان عقب انتهاء مباراه الاهلي ويانج افريكانز بالتعادل الايجابي 1-1. سعدنا نكون معانا كابتن سامي قمصان المدرب العام للفريق. كابتن سامي يعني طبقا لسيناريو المباراه وعدد الفرص اللي ضيعناها وان احنا كنا متقدمين يعني والتعادل ومعانا في اخر تقريبا 4 دقائق فهارد لك النتيجه النهارده اداء اكثر من رائع. التغييرات كمان اعتقد كان فلسفتكم فيها واضحه جدا وطورت كتير جدا من اداء الفريق. طبعا تحياتي كابتن ايمن وضيوف وزي ما انت قلت طبعا كنا نامل في ثلاث نقاط ويمكن هو ده اللي سعنا له من خلال بدايه المباراه والتغييرات اللي احنا عملناها اعتقد كلها كانت هجوميه وكانت كنا عاوزين طبعا نحسم المباراه النهارده وعشان ناكد صدارتنا للمجموعه. يمكن النهارده الحمد لله برده احنا مصدرين لكن كان المكسب هيبقى يعني يوديك ابعد شويه لكن الحمد لله برده نقول الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. النتيجه الى حد ما تعتبر مرضيه لكن طبعا يظل برده حته اللي هي برده اهدار الفرص من الحاجات اللي احنا بنعاني منها الفتره الجايه. نتمنى ان شاء الله نحسنها افضل اكتر الفتره اللي جايه ان شاء الله عشان تقدر تحسم لنا ماتشات كتير. يعني النهارده التغييرات تعتبر تغييرتين ان طاهر النهارده نزل في مركز يعني بقاله فتره كبيره جدا ما لعبش فيه راس الحرب اعتقد اجاد فيه واعتقد عمل حاله هجوميه جميله جدا وعمل فرص كتير لزمايله سواء يعني صنع لزمايله او كمان ادهم فرصه ان هم يروحوا على الجون باكتر من كوره. يمكن مش طاهر بس لوحده النهارده كريم برده بنزل وادانا برده افضليه وكان عنده برده فرصه ممكن كان لو كان سجلها كان هيبقى برده تغيير موفق اكتر. يعني النهارده عندنا الحمد لله عوده السولية برده بتدينا ثقل للفرقه ولاعيب عنده خبرات وعنده قدرات كبيره فاعتقد الحمد لله النهارده يعني كان مردود كويس
كويس بالنسبه للعيبه يعني، بشكرهم طبعا على الجهد ده. انت شايف درجه حراره عامله ازاي ورطوبه عاليه ازاي، يمكن احنا بنعاني منها واحنا بره يعني، فما بالك هم في الملعب يعني. جهد بدني غير طبيعي يعني، مع فرقه طبعا منظمه جدا، فرقه تكتيكيا اعتقد فرقه مميزه يعني. لكن الحمد لله النهارده اتمنى ان شاء الله بس الماتش الجاي ان شاء الله نقدر نحسمه، ونقدر ان شاء الله يبقى حظوظنا افضل ان شاء الله. يعني اصابه محمد عبد المنعم في مران الامس، النهارده كمان اصابه ياسر ابراهيم في اخر دقائق المباراه، يعني طمنا عليهم. واعتقد اصابتين في خط الدفاع يبقى يعني ان شاء الله يكونوا بسيطه ويرجعوا بسرعه جدا، بس يعني طمنا برضو عليهم خاصه ان هم في نفس الخط في خط الدفاع ولاعبين مهمين جدا. يمكن طبعا زي ما انت قلت افتقدنا النهارده منعم، عنده كدمه في انكر رجله يعني، ان شاء الله تبقى بسيطه ان شاء الله يعني خلال الفتره اللي جايه دي ان شاء الله يخش معانا تاني. لكن اكرر زي ما كل مره بنقول ان الراجل دايما عنده ثقه في كل اللعيبه الموجوده. النهارده رامي وياسر بيعملوا ماتش كبير جدا يعني، لعيبه كبار عندها خبرات كبيره. يمكن ياسر النهارده في اخر الماتش حصل له بس كدمه بسيطه في ركبته مع احتكاك مع الشناوي يعني، لكن فضلنا طبعا ان خصوصا في اخر ماتش ديت اللي انت برده ما تعملش ريسك يعني. لكن بشكره وبشكر كل لعيبه النهارده، هاني ومعلول ومروان وديانج، كل اللعيبه النهارده اللي لعبت وقاتلت النهارده بشكرهم طبعا. لكن اتمنى ان شاء الله يكون التوفيق معانا ان شاء الله الماتش الجاي باذن الله رب العالمين. اعتقد الماتش الجاي كمان زي ما حضرتك ذكرت في منتهى الاهميه، خاصه مع نتيجه الامس وفوز ميديام على شباب بوليزداد وتعادلنا النهارده. شايف موقف المجموعه ازاي واهميه الماتش الجاي ان شاء الله؟ يعني احنا دايما بنفكر في نفسنا يعني، احنا مهم جدا ان احنا طبعا كل الماتشات اللي عرضنا ان احنا نحسمها. يمكن الحمد لله بداناها بثلاث نقاط مهمه، والنهارده الحمد لله بنحقق نقطه. يمكن كنا بقرر تاني ان احنا كنا نامل طبعا، كنا كل تفكيرنا ان احنا نكسب ثلاث نقاط، لكن النهارده الحمد لله نقطه بتدي لك تصدر مجموعه، ودي حاجه برده من الحاجات الايجابيه يعني. ان شاء الله الماتش الجاي نقدر نحسمه ان شاء الله، ونبقى اعتقد يعني هيبقى عندنا فرصه كبيره جدا يعني لو احنا حسمنا المباراه الجايه. كابتن سامي اتمنى لكم التوفيق باذن الله. شكرا. كابتن ايمن دقق اللقاءنا مع كابتن سامي قمصان مدرب العام لفريق النادي الاهلي، يا رب دايما النادي الاهلي موفق ويا رب دايما يفضل في المقدمه. كلمه كابتن ايمن اتفضل. شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق، وبرده الكابتن سامي اشاد بلعيب النادي الاهلي النهارده وخصوصا الشوط الثاني، وزي ما قلنا اداء ولا اروع. كان ينقصنا بس المكسب، كان ينقصنا المكسب، انما بصراحة أداء الشوط الثاني زي ما اتكلموا كباتنا الكبار إن شاء الله، أصل هم دول لعيبة النادي الأهلي المفروض ما يقولوش عن كده، وده اللي احنا طالبينه وده اللي احنا عايزينه. أنت عندك والدليل السنة اللي فاتت كاملة كاملة خدت كل البطولات، الأداء أهم حاجة. والنهاردة بقى أنت بتتفوق على فرقة يانج أفريكانز في ملعبه، أداء ولا اروع، اللياقه البدنيه اعلى منه بمراحل، تقريبا فرقه ما كانش ليها وجود خالص الشوط الثاني يانج افريكان غير في لقطه الهدف، ونتيجه زي ما قالوا كابتننا يعني بصراحه غير عادله. فالنهارده لا بالعكس النادي الاهلي كان رائع، واللي يقول غير كده يبقى واحد يا اما مغرض يا اما حاقد يا اما ما شافش الماتش. بنرحب الآن بوجود زميل العزيز كريم سعيد محلل رقمي للحديث عن أرقام مباراة اليوم، منورنا يا كريم. مساء الخير كابتن أيمن، مساء الخير كل كباتننا الكبار. طبعا أكيد كلنا اتفرجنا على الماتش، بس أكيد لغة الأرقام بتدينا صورة أفضل وبتدينا أمر واقعي، ودايما نقول إن المعلومة بتجب وجهة النظر. صحيح. لو ممكن نروح لأرقام المباراة عشان عندنا رقم مهم قوي هنبدأ بيه بصراحة تحليلنا الرقمي. هو اول رقم على الشاشه هو الاكسبكتد جولز او الاهداف المتوقعه، والاهداف المتوقعه حاليا هو واحد من اهم الارقام في التحليل، بتعرفنا مين الفريق اللي كان عنده مساحه اقرب لاحراز الاهداف. لما نبص على الرقمين اللي عندنا على الشاشه هنلاقي ان الاهداف المتوقعه للنادي الاهلي في المباراه بشكل كامل كان 2.1 او 2.1 بالنسبه ليانج افريكان صاحب الارض وجمهوره كل شيء 0.5. عايزين نقف عند الرقم ده يا كابتن ايمن عشان ياكد التحليل اللي كابتننا الكبار قدموه من شويه وكلام حضرتك في حته ان النادي الاهلي في الشوط الثاني عمل فجوه في الاداء. ربما الشوط الاول كان في البدايه كانت لسه في فرصه لفرقه يانج افريكانز، بعد كده النادي الاهلي عمل فرصتين شحات مرورا بالشوط الاول، ما كان الامور كانت قريبه شويه. الشوط الثاني كان في فجوه واضحه خلت الاهداف المتوقعه للنادي الاهلي بنهايه ال 90 دقيقه يصل الى رقم 2، وده رقم كبير جدا 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 في مسائل الارقام وتحليل المباريات. الشوط الثاني كان فيه طفره،
جدا في الجزء ده. طبعا الاثنين دي اتحققت فيه بسبب الشوط الثاني. مظبوط. النادي الاهلي في الشوط الثاني عنده كم هائل من الفرص وكان هو الفريق الاقرب الى الانتصار. طيب نروح للعبه الاستحواذ، وحتى نفتكر كابتن ايمن وانا وانت بنتكلم قبل المباراه اتكلمنا يانج افريكانز لما لاعب شاب الوزداد في الجزائر كان الاستحواذ 55 ل 45 ليانج افريكانز. اصلا احنا بنلاعب فريق هدفه ومديره الفني الارجنتيني بيهدف الى الاستحواذ. النادي الاهلي في اغلب اوقات المباراه منع يانج افريكانز من استحواذ على وسط الملعب، وخصوصا بعد تغييره أفشة وامام عاشور. تغييره أفشة مع بدايه الشوط الثاني قلنا بصراحه بعتبرها انتصار، فكره ان احنا نغير بعض من مبادئ مارسيل كولر انه يغير 46 يغير ده في حد ذاته مكسب بعيدا عن مكسب اي في اي مباراه نفسها. لكن نزول أفشة في وجهه نظري عمل حاله مختلفه في نص الملعب، قدر ان يعمل لينك ما بين خط الوسط وخط الهجوم، وقدر يخلي النادي الاهلي يفضل محافظ على الاستحواذ. الاستحواذ ده ترجم على المحاولات على المرمى. لما نشوف محاولات على المرمى في المباراه بنشوف النادي الاهلي له 10 محاولات على المرمى في حين يانج افريكانز له 7 محاولات. العشر محاولات دول قدرنا نوصل بيهم بثلاث محاولات على الثلاث خشبات في حين يانج افريكانز عنده محاولتين فقط. وطبعا بقيه الارقام اعتقد النادي الاهلي معظم الارقام تصب في صالحه، فقط هقف عند رقم وحيد وهو رقم الضربات الركنيه. ده اللي بس عايز اتكلم فيه في نهايه فقرتي. النادي الاهلي النهارده عنده 9 ضربات ركنيه. ممكن نجيب الصورة التانية اللي هي فلاش باك قريب من مباراة سموحة. عندنا في المباراة دي 15 ضربة ركنية. طيب نعمل فلاش كمان باك لمباراة الجونة، هنلاقي عندنا 12 ضربة ركنية. 12 و 15 ادي 27 ونحط عليهم 6، يعني عندنا 36 ضربة ركنية. نعم 9 9 9 36 عندنا 27 وعندنا 36 ضربة ركنية في 3 مباريات. اشوف ان احنا استفدنا منهم اعتقد نسبة لا تتعدى لازم استغلال كرات الثابتة. طبعا يعني نقطة مهمة قوي عايزين اعتقد ان شاء الله باذن الله الفريق يقدر يحسنها الفترة الجاية ويشتغل عليها. ده احنا بص كابتن ايمن مهمة الارقام انها تعرفك انت واقف فين. صح. وايه اللي انت محتاج تحسنه او اللي انت واقف عنده وتضيف عليه وتطور. انا بشوف الضربات الركنيه واحده من النقط اللي الاهلي بيحصل عليها كتير. ليه؟ انك بتهاجم كتير وبتقدر تجبر المنافس قدامك يخرج الكره بقى في عند خط مرمى، فبالتالي بتسنح ليك ضربات ركنيه كتير قوي. بصراحه ما ينفعش نقعد في 3 مباريات 36 ضربه ركنيه ما يتمش ترجمه ولا واحده منهم لهدف. ده رقم سلبي احنا محتاجين نعالجه ونحطه مع الاداء الاكثر من ممتاز اللي النادي الاهلي قدمه الشوط الثاني. تخيل ان احنا مثلا من ضربه ركنيه، انا بتكلم حضرتك على ماتش شاب الوزداد ويانج افريكانز. شاب الوزداد فك الدنيا امتى؟ في الدقيقه 9 بايه؟ بركله ركنيه. مظبوط. جاب الهدف الثاني في الدقيقه 45 من الشوط الاول وجاب الهدف الثاني في الدقيقه 90 وبقيه المباراه كلها مع يانج افريكانز. النادي الاهلي لو احنا بنقول على كلام نفس الشاكله جبت انت هدف من ضربه ركنيه في بدايه المباراه او حتى في بدايه الشوط الثاني انت بتجبر المنافس انه يلعب اكتر ضربه ثابته يا فندم او ضربه ثابته او ضربه ثابته. بس الفكره يا كابتن شريف ان احنا عندنا رقم كبير. صح. يعني رقم الضربات الركنيه 100% هيطلع اكتر من رقم الفاولات اللي بتاخدها على 18 اكيد الركنيات اكتر، فبالتالي هي حاجه مساعده ليك تقدر تستغلها، وخصوصا كمان انت معاك لعيبه طوال القامه ومعاك هدافين. ياسر ابراهيم هداف من ضربات ركنيه في ادارات الراسيه، رامي ربيع، اليو ديانج، طاهر محمد طاهر حتى لما نزل صح عمل اداء اكثر من رائع. ممكن تستغل هذا الامر، بس اهم حاجه ان احنا يتم تحليل الارقام بتاعتنا وان شاء الله باذن الله مع مباراه شباب الوزداد نحقق الانتصار ونحسم تاهلنا باذن الله رب العالمين. ان شاء الله. شكرا جزيلا كريم، شرفتنا، والقادم باذن الله افضل نادي الاهلي ان شاء الله. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. انتظرونا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. خليني اقول لكم نتائج مباريات اليوم في الجوله الثانيه لدور المجموعات. مازيمبي من الكونغو مع سان داونز، مازيمبي فاز 1-0. جالاكسي بوتسوانا مع سيمبا بطل تنزانيا 0-0. يانج افريكانز والنادي الاهلي 1-1. نواديبو موريتانيا مع بيراميدز 2-0. نواديبو جاب جول مبكر في الدقيقه 4 وبعدين طرد منه لاعب وقدر ان هو يتفوق ويحرز الهدف الثاني،
وانتهت المباراه 2-0. وبتلعب الان مباراتين، النجم الساحلي تونس مع بترو اتلتيكو بطل انغولا، ما زالت نتيجه 0-0، واسك ميموزا بطل كوت ديفوار مع الوداد بطل المغرب، وما زالت النتيجه 0-0. ترتيب مجموعه النادي الاهلي الان، النادي الاهلي متصدر برصيد 4 نقاط، ميدياما الغاني في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وبعد كده شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ثم ياتي يانج افريكانز في المركز الاخير برصيد نقطه واحده. كابتن شريف، ميدياما في المركز الثاني؟ لانه هو كسب امبارح 3 نقاط، لانه كسب لما مش فرق اهداف، مش عارف، ما اعرفش ازاي، يمكن ازاي جابوه ميدياما دول، مش عارف. انا قلت اللي هو المركز الثاني، المركز بان 3-0 ودخل فيه جونين، يبقى معاه بلس 1 يبدو. انا قلت كده، بس لما جالي الترتيب ميدياما في المركز الثاني، فانا قلت يمكن يبدو ان نتيجه اللقاءين مع بعض هي اللي بتحسب، فميدياما كسب شباب بلوزداد، قد تكون هذه، لك ما اعرفش يعني، هنعرفها من الاعداد كمان شويه. اوكي طيب، المهم احنا بنتكلم على، يمكن كريم بيتكلم على الارقام، الارقام كلها لصالح النادي الاهلي. الشكل كان افضل بمراحل الشوط الثاني. خلينا اكلمك على، يمكن الكابتن اسامه اتكلم على ايجابيات كتير، كابتن اسامه عربي اتكلم عن ايجابيات، كابتن عادل عبد الرحمن اتكلم عن ايجابيات، وان كانت تنقصنا بعض الحاجات لازم نشتغل عليها، ولكن الشكل والاداء افضل. خلينا اكلمك على نقطه معينه جدا عايز اتكلم فيها. الماتش اللي جاي في وقت، المباراة الجاية إن شاء الله يوم الجمعة 8 ديسمبر هنا على ملعبنا مع شباب بلوزداد. خلينا أكلمك على مرحلة بقى تثبيت الفريق. بص أيمن، هقول لك على حاجة. من الجيد جدا إن أنت هتاخد راحة مش قليلة، وهتستعيد قواك تاني بعد ضغط المباريات اللي كنت موجود فيها قبل كده. كويس. وخاصة الناس اللي زي اللي بياخدوا كلمات في رجلهم، الاستشفاء اللي بتحصل للعيبة، انت محتاج كل لعيب دلوقتي في كل الخطوط على فكرة. اديك شفت محمد عبد المنعم جات له انكل رجل، لو ما كانش الاثنين التانيين جاهزين كنت هتبقى عندك مشكلة. خالد عبد الفتاح يخش جوه وهتحمل الدنيا ما لا طاقة لك به، وان في مسؤوليات بتبقى موجودة بنحمل الشخصيات اللي جاية الجديدة علينا. صح. الاخفاقات معاي او اي حاجة. يبقى التدوير كان مفيد في النقطة دي. في اي وقت التدوير كويس، ولكن الهارموني هو لازم ان انا الانسجام والتناسق. طب الانياب بتاعتي انا، وعمل النهارده ستار حديدي بنص ملعبه، تاني تايم هو اللي ماسك كل حاجه، واول تايم لما حصل خلل في نص ملعبه عالج كانه جراح، راح شايل وحاطط قفشه، مع ان انا من اول قلت قفشه ده لا غنى عنه كبلاي ميكر، وتقدر توظف اي حد انت عايزه بيعرف يلعب في اي مكان تاني. لازم تلعب بالفول كباسيتي بتاعتك، بالفول بار بتاعك، بالستارز بتوعك، بالناس اللي هي افكتيف يقدروا يخلصوا ماتشات. واحنا قاعدين بنقول فلان ده كان لازم يطلع دلوقتي. بستاذنك بس ان الاعداد بياكد لي ان المواجهات المباشره هي اللي في المقام الاول. كويس. عشان كده ميدياما في المركز الثاني. فبالنسبه لنا احنا عايزين ناخد الستيب، يعني النهارده احنا جورنال وطلعنا فوق ايه؟ خطوه جديده. الاهلي ادى اداء جيد جدا ومش ايه، وكان في الشوط الثاني وكان لابد ان يفوز، دي الخطوه اللي انا بتعامل بيها في الفتره الجايه. ايجابيه واحنا متعادلين كمان، ولكن قبل المباراه قلت لك ايه؟ نلعب ونكسب. صح. احنا لعبنا النهارده وعدم التوفيق في المكسب. بتاع 5-6 جوال كانت لازم تخش جول، ده غير الكرات بقى اللي هي الكورنرز اللي هي ربيعه كان ممكن كورتين يقدر يعملوا مسماتش بدماغه في اي حته في الجون، والفرقه اللي قدامنا كانت منتظره انتوا هتكسبوا امتى؟ انت اللي اجبرتها على كده. خلصوني بقى، هاتوا الجون، انا عايز اخش اجيبها من جوه. انت باداك اللي اجبرتها على كده. يعني وحظهم كبير قوي في الكوره اللي انفرادات من نص الملعب يعني. وفين بقى الايجابيات اللي اتكلموا عنها الكباتن؟ التركيز بتاع اللعيبه. انا النهارده عايز اكون او لا اكون، انا اللي بطلع كل حاجه عندي. انا كنت فين؟ انا غايب. طاهر محمد طاهر جاي، انا عندي كوره وعايز اديها. بيرسي تاو بيحسس على كل كوره مش عايز تضيع، بينزل برده يدافع ويعمل. لعيبه كتير النهارده بتدي الكوره اللي عندهم، ولكن بروح. صح. حقيقه الروح دي هي اللي بتخليك لما كرة تضيع 2-3 يعوضوك، وانت ترجع تاخد مكان. يعني انا شفت
علي معلول راح مشوار راح حسين الشحات في اول رجع. في تاني تايم راح واخد المشوار عمل له بيده كده ورجع هو كباك ليفت. فهي دي الحاجات التعويضيه من امكانيات الفرديه بتاعت اللعيبه بتاعتك اللي تقدر تبقى موجوده. واهم حاجه كسبتها انا النهارده عوده الثقه للعيبه في الاداء. عوده الثقه في الانتشار لبعض. وكل ما النادي الاهلي لعيبته عملوا ميز باص قليل كانت لهم الاستحواذ والاغلبيه. وكل ما لعيبه النادي الاهلي اتحركوا للراجل اللي جايب الكره من خلف انت هتبقى من اخطر الفرق اللي موجوده في كاس العالم للانديه ان شاء الله. لان كاس العالم للانديه ده مجهول، الفرق دي كلها مجهوله لبعض، ما بتبقاش شايف الدنيا اخبارها ايه. ولكن الاتحاد انت عارف ده فرقه طبعا. كويسه قوي، وهو عارف ان الاهلي ده فرقه كويسه قوي. مين اللي هيجيب الجول الاول؟ اللي هيجيب الجول الاول ويبقى له هو السيطره، بس بمزاجه ويرقص بمزاجه ويروح ويشوط، هي اسبقيه التهديف. فهي ده ان شاء الله للفتره الجايه اللي انا بتمناها في مباراه بوريزداد، يكون اللعيب عندهم نفس الثقه اللي شافوها النهارده فيهم. عندهم امكانيات كبيره جدا، ما عليك انك تنزل تلعب، انزل العب وادي ادائك. ما فيش فرقه زي ما انا قلت لك قبل الماتش، ما فيش فرقه تقدر تعمل لك اي حاجه او تقارن بيك او تعمل معاك غير سان داونز. وان كان انت بتقدر تلاعب سان داونز زي ما انت عايز، وتقدر تعمل في سان داونز زي ما انت عايز، لان عندك اتاكينج ستة لعيبه قدام زي سان داونز ما عندهم ستة لعيبه قدام يقدروا يعملوا اي حاجه. عندهم شوتينج وعندهم سرعات وعندهم على فكره خسروا النهارده كمان، خسروا النهارده 1-0 النهارده من مازيمبي، واعتقد ان موريتانيا كسبت بيراميدز 2-0. بيراميدز 2-0 يعني الفرقه كلها المكسب والخساره دي موجوده، ولكن بهذا الاداء اللي حصل النهارده ده يعني شيء مبشر باداء جيد باذن الله الفتره الجايه، وخاصه في مباراه بوليزداد. يعني خلينا اكلمك كابتن اسامه على تغيير شكل الاداء الشوط الثاني. احنا بنتكلم على تغيير قفشه في بدايه الشوط الثاني، بس مش تغيير قفشه في بدايه الشوط الثاني هو اللي غير مجرى المباراه. جزء لكن مش هو السبب. كويس. يعني خلينا نتكلم على الاسباب. اولا احنا كلنا اجمعنا تقريبا ان امام النهارده مش في حالته، واضحه جدا من الشوط الاولاني. كويس. بس احنا من التوقيتات اللي مستر كولر بيغير فيها ما كناش متوقعين قوي ان يغير بين الشوطين على طول، لكن هو خد قرار وغير بين الشوطين. فهي كان تغيير صائب حتى لو كان هيحصل بعد 10 دقائق مثلا من الشوط الثاني او ربع ساعه. العامل اللي قبل قفشه اللي اثر على النادي الاهلي على اداء الشوط على اداء شو نمره واحد النواحي البدنيه، نمره واحد. فرقه يانج افريكانز نزلت بدني بنسبه كبيره جدا جدا الشوط الاولاني عن الشوط الثاني. الشوط الاولاني كانت كميات اندفاع في الجري وسبرنتات وضغط كبيره جدا، اتعور منهم اثنين وتعور الباك ليفت. ايوه الباك ليفت والثاني باك ليفت كان كويس اللي هو اسمه لوماليسا تقريبا اللي هو اتغير نمره 13، بس مش عشان الباك ده اللي اتغير، بس انا بقول لك بدنيا هم وقعوا بمعدل كبير جدا. ما بقاش عندهم القدره ان يضغطوا ويجروا بالنادي الاهلي. استغل دي بقى انه الشوط الاولاني حتى مستر كولر قالها في المؤتمر ما كانش مهاجم بشكل كبير لكن كان محافظ دفاعيا. مع كمان خبرات النادي الاهلي الشوط الثاني ومحافظته على لياقته البدنيه، وكانت واضحه الفروق الكبيره قوي بين الاثنين، ابتدت في مساحات كبيره قوي في نص الملعب. ابتدى حتى المهاجمين بتوعهم كانوا الشوط الاولاني بيضغطوا على رامي وعلى معلول من قدام قوي، ابتدوا يتعبوا وبقوا منفصلين، يعني تلاقي واحد لوحده نص الملعب تحت، فاتخلقت مساحات كبيره. دي سهلت في اداء النادي الاهلي وسيطرته على وسط الملعب. مع نزول قفشه اللي هو اصلا بيعرف يمسك كوره، بيعرف من الناس اللي هي بتنزل تستلم من تحت ويعمل وصل بين نص الملعب والمهاجمين، دي ما كانتش موجوده الشوط الاولاني بامام. امام كان رامي نفسه قدام قوي وما بيسقطش عشان ياخد ويسلم ويستلم، وزي ما اسامه كان بيقول على تجميع لعب. يعني قفشه نزل
بياخد من فلان من جنبه من مروان يدي لشماله المعلول ياخدها من معلول يدي الناحيه الثانيه لديانجا او بيرسيتاو. فهو كان عامل دي مع النواحي البدنيه اللي قلت بالنسبه ليانج وخبرات اللعيبه بتاعت النادي الاهلي اللي هي حتى ادائها كل واحد على المستوى الفردي اتحسن كتير عن الشوط الاولاني. يعني انت بتيجي تشوف حسين الشحات، يعني احنا قلنا امام مثلا ما كانش في احسن حالته الشوط الاولاني، تعالى برضو لحسين الشحات لا الشوط الثاني افضل من الشوط الاولاني في الفترات اللي لعب فيها. يعني تعالى لمحمد هاني اتحسن كتير صحيح. جدا احنا قلنا الشوط الاولاني هاني ما كانش بيهاجم هجوميا رغم انه ما فيش لعب عليه زي علي معلول، بس ما كانش بيهاجم. لا الشوط الثاني ابتدى يعمل جبهه كويس مع بيرسيتاو، وابتدى ساعات في نص الملعب بيستلم ويسلم كويس. بس واضح ان هو كان في تعليمات من مستر كولر ان لما علي يتقدم هاني يثبت مع الاثنين اللي ورا، ممكن على اساس واضح في اكتر من كوره يعني. ممكن يكون على اساس انه 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 يامن اكتر ان هو بره ملعبنا بنلعب، فعايز يحافظ على الشكل الدفاعي برضو الشوط الاول بالذات. الشوط الاول بالذات هو على فكره هو في المؤتمر الصحفي قال كده، قال احنا الشوط الثاني يعني الكلام اللي احنا قلناه قال ادائنا اتحسن كتير الشوط الثاني والفرص اتخلقت لنا كتير قوي الشوط الثاني، رغم الشوط الاولاني جالنا فرصه او فرصتين بس نسبه هجومنا ما كانتش بكثافه هجومنا في الشوط الثاني. فتحسن اللعيبه اكتر من لاعب زي ما قلت لك الشوط الثاني مع هبوط الناحيه البدنيه لفرقه يانج افريكانز مع احتفاظك انت بياخدك البدنيه مع نزول قفشه، كل دي عوامل علت من ادائك وسيطرتك واستحواذك على الشوط الثاني. الشوط الاولاني حتى الاستحواذ اللي كان في نص الملعب ما كانش بالدرجه بتاعت الشوط الثاني صحيح، فانت استحوذت فابتديت خلاص بتجريهم ورا الكوره، انت بتنقل من رجل للرجل وهم قاعدين يلفوا حوالين الكوره زهقوا فعشان كده كنت بتوصل للجون كمان بسهولة. يعني. فكل دي اسباب فرقت مع النادي الاهلي في الشوط الثاني يعني. طيب اهم النقاط الفنيه كابتن عادل اللي انت رصدتها النهارده ودايما بتقولها لنا كل مباراه. طيب خليني اقول لك الفرق ما بين الشوط الاولاني والشوط الثاني الاول بسرعه ماشي. الفرق ما بين الشوط الاولاني والشوط الثاني التغيير اللي هو قفشه كان بين الشوطين، ودي مش من عادات مستر كولر، ودي ايجابيه جديده ان هو استغل موقف انه يغير فيه الشوط الاولاني. التغييرات الاخرى كمان كانت جيده جدا، دي رقم 2. رقم 3 والمهم انك انت لعبت لعب مباشر اكتر من الشوط الاولاني. الشوط الاولاني انت كنت بتمسك الكوره وعندك مس باص، الشوط الثاني كان في اتقان في الباص شويه، وده من انتشار اللاعبين جوه الملعب. اقول لك حاجه مستر كولر، يمكن الشوط الثاني بالتغييرات اللي عملها اداء اللعيبه اتغير كتير قوي. صح، كان في دقيقه 70 ولا كام ايه ده 68 68 الثلاث تغييرات اللي هو غير الاول بين الشوطين وبعدين ثلاث تغييرات طاهر وكريم وكان الثالث سلي عمرو السلي. انت 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 لعبت بطريقه مغاير من الشوط الاولاني مظبوط، بدليل حتى انت مسمى انت بتلعب زي ما انت، ولكن الاداء جوه الملعب كان افضل واعلى واحسن. بيرسيتاو ما كانش بيلعب طرف يمين وكتير، كان بيخش لجوه وبعدين يطلع بره. طاهر محمد طاهر زي ما بيعمل بيرسيتاو بتلاقيه في المكان الاخر. كريم فؤاد، ودي مفاجاه ان كريم فؤاد من الحاجات اللي انا يعني سعيد بيها من كريم فؤاد حته ان هو بيروح على الجون كتير. يمكن هو من اللعيبه يعني من اللعيبه المفترض دي مش بتاعته صح. لكن عارف حمدي فتحي في اخر ايامه كريم فؤاد بيعمل نفس اللي بيعمله كان بيعمله حمدي فتحي، بدليل ان كريم فؤاد تطلع تلقاه احرز اهداف في اي مباراه او بيروح على الجون بيضيع هدف. الفرق ان هو ان كريم ممكن يلعب في اي حته من الاطراف، انما حمدي كان بيجي مواجه من نص الملعب. انت عارف انه كريم الجوكر اللي هو هيبدا مع مستر كولر خلاص اللي هو يحجز مكان كجوكر يتوظف فيه، مش هتلاقي له مكان. ما هو انت ما هو في حاجه دي المدرب بيبقى سعيد بيها واللاعب ما بيبقى سعيد، ولكن اللاعب بيلاقي له مكان. يعني انت لو حبيت انك انت تبدا كريم فؤاد مستر كولر بيشتغل معاه بطريقه جيده، يعني ما وصلش لدرجه ان هو خلاص يخليه جوكر بس، هو احيانا بعد كل فتره يديله ماتش من الاول
وبعدين يرجعه تاني يبقى جوكر، لانه هو بيحل له مشاكل كتير قوي، ودي من الحاجات اللي هي عجبتني. خليني بقى اكلمك على تغيير قفشه عملي في الملعب. قفشه خلى الريتم بتاع النادي الاهلي منتظم. يعني النادي الاهلي الشوط الاولاني الريتم بتاعه ما كانش منتظم، كل رايحه جايه رايحه جايه رايحه جايه، ما فيش حد كان بيهدي اللعب، ما فيش حد كان بيمسك الكره، وهم كانوا واخدين مننا نص الملعب. والفرق ما بين امام وقفشه في الشوطين، امام طاير على طول قدام، فحته نص الملعب ما كانش بيستلم. قفشه عكسه تماما، قفشه بيفضي نفسه بيروح وبعدين ينزل يفضي نفسه. يمكن قفشه من اللعيبه اللي هو اللي دائما بيحب ان هو يبقى الطريقة الهرمية اللي بيشتغل بيها ده قفشة، يعني هو عنده موهبة في دي، ان هو ازاي بينزل للكرة في الحتة الفاضية. ممكن تكون بنتساءل احنا كتير، طب ليه قفشة انت بتتعب نفسك وتنزل، طب ما انت ممكن تاخدها في النص التاني. قفشة ما بيقدرش يستلم في النص التاني لحاجتين عند قفشة، سرعته ما بيعرفش ياخد الكرة في مكان في مساحة، قفشة لازم ياخد الكرة في رجله، عشان كده بينزل وبينظم، عشان كده هو نظمك. اللي خلاك متفوق كمان ديانج الشوط الثاني برضو، ديانج اللي هو بيقطع وبيعمل لك زيادة عددية وبيكمل وبيعمل لك زيادة عددية. يمكن الكابتن أسامة دايما يقول لك ما بحبش ديانج يلعب طرف، أو أنا معاه ما يلعبش طرف، بس يلعب من الاثنين الديفندرات. مزبوط. يعني يقدر يلعب في الاثنين الديفندرات عشان يشتغل عرضي، ورغم ان هو لما بيجي يشتغل عرض بيلاقي الطولي عنده بيروح وبيشتغل فيها كويس، وبس محتاج ان هو يلقن شويه حته الباص وهو بيجري. ده واحد الشوتينج هو بيجري والله، وعمل واحده كويسه النهارده اللي انطلق فيها وكمل ووصل لحد ال 18 ولعبها ورا البيرسي تاو، وبيرسي سابها الكهرباء، بس كهرباء حطها فوق العارضه. بيرسي علق واحد كهرباء من نجوم المباراه اليو ديانج. طبعا يعني اليو ديانج، اليو ديانج انت ايه اكتر واحد جري النهارده يعني بص اليو ديانج يلعب في اي حته. اليو ديانج من اللعيبه اللي ممكن يعمل لك مكانين في مكان واحد، يعني يزودك لعيب عن الفرقه الثانيه، لانه عنده حته الديفندر بيعرف يقطع. اكتر واحد ممكن يقطع في النادي الاهلي هو اليو ديانج، اكتر واحد ممكن بقوته انه يزودك اليو ديانج. فاليو ديانج المفترض ان هو ليه اكتر من مهام مع مستر كولر، لكن في اخر الامر اللي خلانا متفوقين قوي عن الفرقه حته اللياقه البدنيه كمان، ودي مهمه للغايه رغم الرطوبه. ورغم حاجه تانية، انت مسافر وشغال ولعب ماتش من 3 ايام، يعني 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 اقدر اقول لك يمكن هل احنا علشان اللعيبه دي ما لعبتش يعني اوقات كتيره وكان بيغير كتير 7 و6 و5، يمكن التدوير اللي كان بيعمله مستر كولر كان بيغير 7 لعيبه احيانا من ماتش لماتش، ماتش سموحه والماتش اللي قبله والماتش اللي قبله، هل دي اللي ادت لكده؟ ولا هل اللي هو انك انت مثلا اللعيبه وصلت للدرجه دي التلت الاولاني، اصل احنا في التلت الاولاني من الموسم اللي هو تلت العلو، هل عليو هو ده اللي خلي بالك بني الشوط الثاني ان انت الاكثر جاهزيه ولا اكثر بتلعب ولا في مصر ولا كانك تلعب في بلدك؟ لا ولا في أرضك. ولا خلينا نبقى منطقيين إيه؟ هل فرقه يانج افريكان اقل شويه بدنيا، فانت ظهرت ان انت بدنيا كل الكلام ده؟ بص انا يعني دائما احنا نادي كبير، والنادي الكبير ما يفرحش بادائه لما يلعب شوط. النادي الاهلي المفترض انه طول الوقت بيلعب بنفس الطريقه، والنادي الاهلي الايام اللي جايه يعني انا سعيد ليه؟ علشان انت داخل على معترك قوي طبعا، فرقة نادي الاتحاد فرقة تكتيكيا عالية، بدنيا عالية، فكرا عالية، وبنلعب في السعودية. خلينا بس نقول حتى للجماهير كمان، احنا بنتوقع ان احنا نلعب الاتحاد السعودي، ولكن الاتحاد السعودي عنده مباراة ضد اوكلاند سيتي الاول بطل الاوقيانوس اللي هو نيوزيلاند، بطل نيوزيلاند. فهو اوكلاند من الفرق اللي هي مستواها تعتبر بالنسبه للاتحاد، لا الاتحاد ممكن يفرق عليه، عشان كده احنا بنقول ايه؟ لا انا اقول لك للاتحاد نعم، خلينا الماتش الجاي احنا عندنا، احنا عندنا لسه جراب الاستاد. هقول لو بيتكلم هقول لك يقول لك الماتش الجاي بالنسبه هو الاهم. مظبوط. لا لا بعد كده انا عايز اتكلم على الرؤيه بس، اكمل دي بس لحظه، اكمل لحظه دي اكمل لحظه دي اكمل. هو كولر ممكن يعمل كده يقول لك اللي جاي، بس ده المعلن بيفكر اللي هو لا اللي هو المعلن لا لا بيفكر في الاتحاد. هو كمدرب لازم يعمل استراتيجيه طبعا، ولازم يبقى
حاطط في حسابه الاتحاد افضل من الماتش القادم لان ده كاس عالم للانديه. بورصه ليه هو كمدرب، خلي بالك يعني مش للنادي الاهلي بس، النادي الاهلي مش محتاج انه يدخل بورصه، النادي الاهلي نادي كبير ولعب في كاس العالم للانديه كتير، لكن كل مدرب بيتمنى يلعب في معترك كبير زي كاس العالم ويعمل اداء مميز. يمكن مثل كولر لما لعب في ماتش ريال مدريد، لو انتوا فاكرين ماتش ريال مدريد وانا كان ليا راي في ماتش ريال مدريد، ان مستر كولر اعلن عن نفسه في المباراه دي. يعني ما تحفظش ووقف وراه والحاجات دي كلها، عادي بدلهم الهجمات. بس خليني بس اقول لك حاجه، يعني النهارده انت حزين انك طلعت متعادل، اوكي؟ ده ما بتحصلش الا في نادي كبير زي النادي الاهلي، صح؟ يعني كونك انك تخرج بره وتلعب بره وبتلعب فرقه مش بطاله، يعني انت شايف النتائج كلها، سان داونز اتغلب بره، بيراميدز اتغلب من فرقه بتاعت تنزانيا، موريتانيا يعني اقل من تنزانيا في كره القدم. لكن انت لما توصل للدرجه دي ودي سعادتك انك انت كنادي اهلي، بس يجب اني اخطانا لازم نتدارك كويس. انا النهارده طلعت بخطئين كبار. واحد الخطا الاولاني انك انت يا كابتن ايمن بتضيع جوان كتير قوي، لازم اللعيبه تراجع نفسها في الموضوع ده. واحد اتنين وانك ما بتعرفش تحافظ على مكسبك، انا بتكلم على المباراه دي. الخطئين دول لازم هيشتغل عليهم مستر كولر كتير. خلينا نتكلم على اللي احنا شفناه الشوط الثاني يا كابتن اسامه. بالنسبه للحلول الهجوميه، الحلول الهجوميه كانت كتير جدا الشوط الثاني، يعني شفنا اطراف بتشتغل، شفنا عرضيات، شفنا شغل هجومي من العمق من القلب، لدرجه ان احنا شفنا انفرادات اكتر من انفرادين ثلاثه، كهربا وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد، شفنا تسديد على المرمى، شفنا خطوره للنادي الاهلي ما كانتش موجوده الشوط الاول. ولكن خلينا اسالك بس سؤال واحد، بالنسبه للفرص اللي بتجيلنا على المرمى، استثمار الفرص دي بايجابيه، هل شغل مدرب بس ولا شغل مدرب ولعيب؟ الاثنين طبعا. حته اتاحه الفرص، اولا حته الشكل الجمالي اللي ظهر فيه النادي الاهلي في الشوط الثاني، ده نتيجه التدخل في التوقيت الصحيح من مستر كولر بتغييراته اللي اثمرت وفوقت الفرقه زي ما قلنا وشرحنا بنزول قفشه ونزول التغييرات في الوقت المناسب، والتغييرات ما تاخرتش. فانت النهارده بتتدخل في الوقت المناسب تبدا تفوق الفرقه، فبتلاقي في انتعاشه هجوميه كويس وفي سيطره كويس. النقطه اللي انا عايز اتكلم قبل ما اروح لحته الفرص وازاي نشتغل عليها الفتره اللي جايه بالظبط، مؤشر الاداء. الناس النهارده في ناس نظره تشاؤميه شويه بعد المباراه، ممكن تلاقي ده احنا النهارده الاهلي تعادلنا والاهلي كان سيء والاهلي كان وحش في سكه رايحه كده. لكن انت النهارده روح لمؤشر الاداء، هل النهارده انت تعادلت امام سموحه في الدوري العام، والنهارده تعادلت امام يانج افريكانز، هل الاداء هنا زي هنا؟ لا شتان الفرق بين هنا الظروف، كمان مع الظروف شتان الفرق بين هنا ومن هنا، المسابقة انت بتلعب فيها امام المنافس، ظروف السفر خارج ملعبك، كل العوامل دي. فالنهارده لما تشوف المباراه زي النهارده بشخصيه النادي الاهلي بالاداء بالروح القتاليه للعيبه، ولازم نديهم حقهم من اول دقيقه لاخر دقيقه، في اخطاء بخبرات اللعيبه لازم الفتره اللي جايه التركيز يبقى 100%، لكن اللي حصل النهارده لازم تبني عليه الفتره الجايه. مظبوط، كلنا بعد سموحه احنا تعادلنا كلنا كنا متضايقين من اداء اللعيبه. انت في مباراه زي دي ما خلقتش كم فرص فيها انك تقدر تقول النادي الاهلي يستحق المكسب. تغييرات كانت متاخره جدا، ودي لعبه كده كنت انت محتاج تغير خمس تغييرات، غيرت تغييرتين في دقيقه 80، فما كانش فيه التحضير الذهني ومذاكره الفريق بالشكل الجيد. النهارده بالاداء وانت بتلعب خارج ملعبك في بطوله افريقيا، انك فارض سيطرتك من اول دقيقه لاخر دقيقه، حتى في الشوط الاول وكان في يعني نديه بين الفرقتين، انت برضو كنت الافضل وخلقت فرصتين كان ممكن الاقرب انك تسجل. الشوط الثاني يعني سيطرت سيطره تامه بسبب التدخل الصحيح من كولر في الاوقات المناسبه. عشان كده النهارده كان الاهلي عنده تنوع، سواء في خلق الفرص من الجبهات علي معلول، صح،
وكان قدامه حسين الشحات والناحيه الثانيه محمد هاني وبيرزتاو. شفنا حتى كريم فؤاد لما نزل حته اضاعه الفرص بقى بالظبط. دي نقطه تشتغل عليها انت ذهنيا كلاعب، لازم يبقى عندك التحضير الذهني قبل المباراه زي ما انت بتستعد نواحي بدنيه نواحي خططيه الملعب. لازم انت كلاعب مهيئ انك تجي لك فرص في الملعب، لازم تحضر نفسك ذهنيا لوضع الفرصه لما بتجي لك. دي حاجه. الحاجه الثانيه النهارده مهم جدا محلل اداء في الفريق، اقطع كل الفرص النهارده لكل اللعيبه اللي اتيحت لها الفرص، تقعد بعد المباراه وانت راجع بعد المباراه ممكن في الطياره، تعالى النهارده طاهر محمد طاهر، تعالى كريم فؤاد، تعالى حسين شحات، تعالى بيرستاو، تعالى كهربا، كل واحد بيتفرج على الفرص بتاعته اللي ضيعها. ضيعتها ليه؟ هل النهارده الكره دي كنت مفروض كطاهر محمد طاهر انا استلمت، هل كنت اسدد في الوضع ده ولا كان عندي مساحه ان انا ممكن اخد خطوه تانية واحط بطن رجلي في زاويه اقوى من كده؟ دي كلها مهم جدا ان اللعيب يتفرج على نفسه ويشوف انا ضيعت الفرصه دي ليه، وكان في هل متاح ان انا ممكن احط بوضعيه افضل من كده. برضو نفس الكلام رامي ربيعه، كم الكرات الركنيات اللي حصلت كانوا يطلع ويعمل الجامب بتاعه ومفيش توجيه. طب ليه؟ طب انا طالع لوحدي. دي نقطه. النقطه الثانيه وانت عندك وقت زمني، انت النهارده السبت مباراه الجمعه، عندك شغل ممكن تاديه في الملعب. يعني انت النهارده قبل المباراه تحضير بالزبط. نفسي وذهني للاعب، تتفرج فيديو انك تشوف نفسك ضيعت الفرصه ليه وتشتغل عليها في الملعب. تطبيق عملي بقى مزبوط. تعالى النهارده اخد الخط الامامي كمستر كولر ومعاه الراجل اللي تم انضمامه للجهاز السنه دي اللي هو المفروض مطور لاداء اللاعبين. مش في واحد انضم السنه دي لكولر، هو رغبه يعني رغبه من كولر انه يضم، والنادي الاهلي يعني نبى رغبته وتضم الراجل ده علشان تشتغل على الكلام ده. تعالى النهارده هات اللعيبه وهات الفرص واتفرج عليها، تعالى شوف الكرات العرضيه كرامي ربيعه في الركنيات وياسر ابراهيم وكل اللعيبه دي وطاهر محمد طاهر، حته الانفرادات من العمق، حته العرضيات من الجنب. فانت عندك النهارده ان انا اشتغل عملي، اشتغل ان انا فيديو واتفرج، وان انا احضر نفسي انا كلاعب دايما قبل المباراه ذهنيا. مش انت النهارده هو كولر بيقول لك بيحط لك خطوط عريضه ان انا اهيئ الظروف للعيبه ان انا اوصل للمرمى، لكن النهارده في شغل انت كلاعب عليك. انت النهارده يعني المسؤوليه عليك، انت النهارده انت اللي بتشتغل. ما انت كلاعب النهارده ممكن تعمل حاجات ممكن كولر ما قالهاش ليك، انت مش كل الخطوط او كل النقط هو هيقولها لك في المحاضره. علشان كده اللعيبه محتاج ان انا اشتغل على حته تحت الفرص دي بشكل كبير جدا، لكن حته المؤشر الاداء ده شيء يطمنك، يطمنك كجماهير النادي الاهلي بعد الاداء الجيد النهارده، الروح العاليه اللي احنا افتقدناها في ماتش سموحه، لا تقدر تبني على الفتره اللي جايه ومباراه شباب الوزداد اللي هتكون مباراه مهمه جدا. مكسب برضو مهم جدا، مكاسب المباراه انك تدي واحد زي عمرو السوليه النهارده واحد من اللعيبه الاساسيه، اللعيبه الكباتن داخل الفريق في وقت النهارده برضو مزبوط. ويظهر بالشكل ده وهو غايب من بدايه الموسم، خمس شهور وشويه. عمرو السوليه مكسب مهم جدا النهارده انك تديله. كريم فؤاد انك بتجهزه بقالك فتره وكنا بنقول طب يعني ابدا بيرسي تاو ابدا بيرسي تاو، لا النهارده كريم فؤاد ادى اداء رائع. حته النهارده وانت بتبتدي بعد تقييم ثلاث شهور في الموسم، شوف النهارده كولر عمل النهارده فرقتين، بقى اصبح عنده فرقتين دلوقتي. النهارده لما بتقول علي معلول جاهز بنسبه 100%، كريم الدبيس جاهز بنسبه 100%. الناحيه الثانيه محمد هاني عندك اكرم توفيق وعندك كريم فؤاد وعندك خالد عبد الفتاح، في القلب رامي ربيعه ياسر ابراهيم منعم عندك منع السلام ومتولي يدخل الفتره اللي جايه، نص الملعب حدث ولا حرج بقى مروان عطيه امام عاشور اليو ديانج مجدي قفشه عمرو السوليه رجع احمد نبيل كوكا، ونفس الكلام قدام طاهر محمد طاهر اللي بدا النهارده يوظفه في المركز الجديد راس الحربه مع بودست مع محمود كهربا مع بيرستاو. فالنهارده حته التدوير اللي عملها كولر دي ممكن ما يعني احنا كجماهير بصينا لها في مباراه الجونه صح، ممكن بصينا لها في مباراه سموح نتائجها جاي هتحصد الكلام ده قدام لما النهارده محمد عبد المنعم واحد من ركاز الاساسيه اللي عندك وقع منك في التمرين قبل المباراه
عندك رامي وربيعة انت بتلعب انت مطمن. مظبوط. كريم الدبيس جاهز، علي معلول حصل حاجه يدخل، فهو ده حته تجهيز اللاعبين. لكن حته مؤشر الاداء كان مهم جدا بالنسبه لي، ان بعد مباراه سموحه وكان الاداء وتعادل السلبي وزعل جمهور النادي الاهلي، انت رحت النهارده لحته ثقه للعيبه، حته ثقه للجهاز الفني علشان الفتره اللي جايه، وده المهم يكون موجود الفتره الجايه باذن الله رب العالمين. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس للحديث عن الحاله التحكيميه. انتظرونا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس، منورنا كابتن. تحياتي لك كابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي لكابتن الشريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، وكابتن علي عبد الرحمن، وكابتن اسامه كابتن ناصر، منورنا كابتن. كابتن ايمن عبيد بول حكم الموريتاني اللي ادار اخر مباراه للنادي الاهلي كانت ما بين النادي الاهلي والهلال السوداني في المباراه الاخيره دور المجموعات، النادي الاهلي فاز فيها 3 أهداف مقابل لا شيء. اللي احرز الهدف الاول في الدقيقه 20 كان كهربا، والشحات احرز هدفين. لما انا رجعت للمباراه يا كابتن وجيت النهارده اتفاجئت بجد، يعني لما شفت انا طبعا التقرير للمباراه اللي انا راقبتها وشفتها في المباراه الاخيره، النهارده عبيزبو بيقدم مردود كبير جدا يا كابتن اسامه. صحيح. وهقول عناصر جديده هو النهارده يمتلكها. 32 سنه يا كابتن ايمن، 32 سنه حكم موريتانيا النهارده، 32 سنه ادار المباراه النهارده محدش يشعر بيه في المباراه، على الرغم ان المباراه بدون تقنيه الفار يا كابتن شريف. صحيح. مش موجوده النهارده، بيلعب بدون تقنيه الفار. طب ايه النهارده العناصر الايجابيه عنده؟ طور من اداؤه كابتن ايمن في حاجات كتيره جدا. اولا توقع عالي جدا في طرق واساليب اللعب، ودي كلما لما تلاقي في حكم، يعني النهارده كان النهارده هو بيتوقع لعب النادي الاهلي، الشوط الاول يتغير. مظبوط. الشوط الثاني توقع ايضا لعب نادي يانج، وبالتالي ده مهم جدا الحكم يتوقع طرق واساليب لعب الفريقين. كمان تواجد في كل الحالات داخل الحدث، يمكن عندنا مثال كبير جدا اللي هي الدقيقه 90 لعبه ياسر ابراهيم. اللي كان ممكن اي حكم النهارده ولو بعيد في التاكلنج اتعمل دوت يحسبها بلانتي، كان ممكن يحسب بلانتي، مفيش فار. مظبوط. ولكن عشان هو مركز لحد الدقيقه 90 هنشوف الحاله وهنجيبها. اولا هو وطاقم التحكيم بالكامل، اثنين حكام مساعدين بيلعبوا معاه، كمان الحكم الرابع النهارده كان ليه دور. كابتن النهارده كابتن اسامه الرابع النهارده ليه دور، ودي بنقولها لحكامنا، الرابع مش جاي يتفسح. يعني النهارده عندنا الماده 4 المعدات، وشفنا النهارده شايك النهارده ازاي على المعدات وعلى معدات اللاعبين، كان ليه دور في لعبه طاهر لما جه ينزل، يعني ناس جايه تشتغل، وده اللي احنا عاوزين نشوفه في المباريات كلها. نقول النهارده عبيد زبون النهارده اشهر البطاقه الصفراء يمكن لمروان، هنا لعبه مهمه جدا، يمكن ما عندناش حالات كثيره يا كابتن اسامه، ولكن ده المعيار الوحيد يا كابتن الواحد في الانذارات يا كابتن اسامه. يعني ادى للتهور هنا، ادى للتهور هنا، تعطيل الهجوم هنا، ادى هنا، يعني ما عندوش مشاكل في المعايير يا كابتن شريف، فهم جيد للقانون كره القدم. دي حاله من الحالات اللي هنا مروان خد فيها البطاقه، كان ارتكب مخالفه التهور، وبالتالي هنا كان الانذار انذار صحيح. شوف الحاله بعد كده، شوف هنا لعبه من حالات مهمه جدا جدا، وده بيوديك يا كابتن اسامه عرابي يا كابتن شريف التوقع والقراءه. كابتن اسامه هنا في هجمه للنادي الاهلي، هنا طاهر تم ارتكاب معاه مخالفه خلى اللعبه استمر. نشوف اللقطه اللي جايه تاني، كان في لقطه جايه اللعب استمر، راحت انفراد لمين يا كابتن اسامه؟ الاهلي. للنادي الاهلي، يعني انا النهارده لو اوقفت اللعب مع طاهر ما كانش اللعب دي راحت انفراد لكريم تقريبا اللي هو لعبها كريم. وجاء الحارس. دي من ضمن الحاجات بيقول عليها ده تميز الحكم كابتن اسامه، توقع ثم لعب. هنا لاعب النادي الاهلي، هنا بنشوف هنا مخالفه واضحه من رقم 5، وهنا بنقول تعطيل هجوم واحد، وهنا المعيار واحد، اشهر بطاقه الصفراء، وبالتالي هنا البطاقه كانت بطاقه صحيح للاعب رقم 5. الحاله اللي بعد كده ونشوفها حاله من حالات التميز للحكم المساعد، يمكن انا جايب اللقطتين. هنا بنشوف كابتن اسامه كابتن شريف هنا لحظه اللعب، هنا بنشوف هل يوجد تسلل لاعب هناك متغطي، مفيش مشكله خالص، تتلعب وترد من اللاعب المدافع تروح لبيرسيتاو، هدف صحيح 100%. السؤال حتى كمان لو لعب النادي الاهلي هناك اللي على جنب كابتن اسامه متغطي ب2، ولكن هنا تركيز من الحكم المساعد رقم 2، حكم مساعد رقم 1، والحكم الرابع النهارده الطاقم التحكيم الكامل ادوا مباراه بشكل جيد في عدم وجود تقنيه الفار. نروح للحاله بعد كده، ودي الحاله اللي بنتكلم عليها كابتن شريف.
حاله تفاصيلها بتبقى صعبه جدا على الحكم، خاصه لما في تاكلنج من المدافع كابتن اسامه بيتعمل، هل نجح في لعب الكره؟ هل الكره راحت ركنيه؟ هل خد رجل اللاعب هنا؟ ياسر هنا كان عنده توقع عالي جدا جدا كابتن شريف، عمل التاكلنج ولعب الكره ونجح، ونشوف هنا الكره هنا راحت ركله ركنيه، اشار على ركنيه. قرار زي ده كابتن اسامه لو خد فيه ركله جزاء والفار مش موجود بقت مشكله، بقت مشكله، قرار حاسم ممكن يحسب ركله جزاء غير صحيحه تؤدي في النهايه الى خساره فريق. اخر حاله معانا ونقول التعاون ما بين الحكم والحكم الرابع، هنا كومنيكيشن على طول يا كابتن اسامه كلمه، مساعد المدرب هنا اعترض اعتراض طبعا بشكل غير لائق، وهنا وهو جاي محضر الحمراء مفيش كلام يا كابتن شريف مفيش هزار، يعني هو جاي من الطريق الرابع قال له المدرب قال تلفظ جه اشهر الحمراء، وهو ده التحكيم اللي احنا بنتكلم 32 سنه بنقول الاتحاد الافريقي النهارده كسب حكم، اتمنى يمشي على هذا الوضع في الفتره اللي جايه، ده مستقبل كبير لان النهارده قدم مباراه كبيره جدا جدا ولكن الحظ ما كانش موجود، ان شاء الله نتمنى توفيق باذن الله المباراه يوم الجمعه بإذن الله. والاهلي قادر ان شاء الله باذن الله ان هو يفوز ويعتلي القمه بشكل كبير يعني ان شاء الله. شكرا كابتن شرفتنا، ربنا يخليك. طيب كابتن شريف خلينا اكلمك على رجل مباراه اليوم. بصراحه الفرقه النهارده روح الشير الاحمر النهارده كان عنده مسؤوليه كبيره قوي، اللعيبه كلها كان عندهم، يعني ما اقدرش اقول لك ياسر ابراهيم ولا رامي ربيعه ولا هاني ولا طقم نص الملعب ولا معلول ولا خلينا ولا ديانج، يعني خلينا نقول انا بالنسبه لي روح الفريق النهارده هي كانت العنوان، يعني روح الفريق. كابتن اسامه عرب، يعني في ناس قد طبعا بشكل كويس، إليو ديانج واحد منهم، شايف ياسر ابراهيم برضو توقيتاته رغم ان الخطوره ما كانتش غير عاديه على النادي الاهلي لكن كان بيغطي كويس، طبعا الكره اللي الكابتن ناصر كان بيتكلم عليها دلوقتي شالها في توقيت حلو جدا برضو من نجوم المباراه، تسببت في اصابته بس كمان. طيب إيه؟ مش كده في كره تسببت في اصابته في الاخر هو ادى برضو بشكل كويس، فانا شايف انه يعني في المجمل ممكن إليو ديانج. إليو ديانج كابتن عادل، إليو ديانج من غير ما اقول اي حاجه، من غير اي اضافات، من غير اي اضافات. غريبه جدا. ايوه كابتن اسامه غير انا بقى كولر النهارده صراحه كولر تدخلاته النهارده افادت الفريق بشكل كبير، والتوقيتات بتاعت التدخلات بتاعت التغييرات طب وداخل في قفشه صحيح كان تغييره فوقت الفرقه بشكل كبير جدا الشوط الثاني، الدقيقة 70 ولا الدقيقة 68 الثلاث تغييرات مرة واحدة نشطت الناحية الهجومية بشكل كبير، وكمان خلاص انت تغيير خالد عبد الفتاح دي اضطرارية بياسر ابراهيم، لكن كولر النهاردة يعني ادار المباراة بشكل جيد النهاردة مقارنة بمباراة سموحة. طب ده من خارج الخطوط، طب وداخل الملعب؟ داخل الملعب اتفق مع الكباتن طبعا، إليو ديانج النهاردة واحد من نجوم المباراة لما لعب كمان في مكانه، وتحسب النهارده الكولر برضو ان هو وظفه في رقم 6 جنب مروان عطيه صحيح، فإليو ديانج النهارده واحد من نجوم المباراه صحيح، هو كل لاعبي النادي الاهلي كانوا نجوم النهارده ولكن يبقى إليو ديانج على راس القائمه. بيشرفنا دلوقتي الناقد الرياضي محمد الديك، تعالوا نروح لمحمد بقى ونعرف اخبار الصحافه الرياضيه بعد المباراه. بجد ديك تحيه كابتن ايمن والكباتن الموجودين في الاستوديو. الصحافه كابتن زي ما حضرتك اتكلمتوا بتتكلم ان النادي الاهلي كان النهارده صاحب الافضليه وفقد نقطتين لكن يحتفظ بالصداره، دي يمكن اهميه الماتش النهارده ان هو حافظ على صداره المجموعه فارق 4 نقاط. الحاجه الثانيه يا كابتن، نتائج الدوري الابطال في المجموعه الثانيه تحديدا كل الفرق الابطال اللي توجوا قبل كده البطوله تعادلوا او خسروا الا النادي الاهلي تحديدا كان ليه الحظ ان هو يكسب النهارده، ورغم ان كان يعني بالنسبه له النقطه، الناس اتكلمت كمان في الصحافه الغنيه والصحافه التنزانيه والموقع الاتحاد الافريقي نفسه ان النادي الاهلي او يانج افريكانز تحديدا خطف نقطه من النادي الاهلي. النادي الاهلي كان صاحب الافضليه النهارده في خاصه في الشوط الثاني وتقدم، وحتى الموقع الاتحاد الافريقي يا كابتن قال ان النهارده المباراه كانت دراماتيكيه. فوز حقق الهدف النادي الاهلي جه في الدقيقه 87 والهدف التعادل للاسف جه في الدقيقه 91، ودي كانت من النقاط اللي الاتحاد الافريقي ركز عليها، فكره ان الوقت اللي كانت الاهلي بيحتفل بالفوز نقول مثلا غفوه او مثلا هفوه من خط الدفاع جول جه، لكن يحسب للنادي الاهلي
زي ما قال الكابتن اسامه النهارده انك انت بتحافظ على الصداره، عندك رده فعل كويسه، روح معنويه تبني بيها للفتره اللي جايه ان شاء الله بإذن كمان يا كابتن. الصحافه الجزائريه زي ما قلت حضرتك، طالما في الاهلي بيلعب عندك اهتمام غالي واهتمام صحافه الجزائر. صحافه الجزائر قالت ان النادي الاهلي النهارده خطف الصداره بعد نتيجه ميدياما وشباب بلوزداد الاول امبارح. كمان قالوا ان الماتش اللي جاي بتاع الاهلي وشباب بلوزداد هيبقى صعب على فريق شباب بلوزداد، ان هو جاي النادي الاهلي على ملعبه. الحاجه الثانيه يا كابتن برضه، الصحافه الجنوب افريقيا اشادت ببيرسي تاو وقالت ان بيرسي تاو رغم ان هو سجل لكن الحظ ما كانش مع النادي الاهلي. ده كان يعني التعبير الدقيق في الصحافه، بيرسي تاو سجل ولكن تعادل الاهلي. برضه من الحاجات يا كابتن ان الناس ركزت عليها فكره النهارده عوده عمرو السوليه زي ما قال الكابتن اسامه بعد 163 يوم. برضه تحسب لميرسل كولر ان هو دافع بيه بعد كان الاداء بتاع الاهلي اتحسن شويه، فكان هو محتاج حد يكون حالته وسط ملعب كويسه جنب قفشه بحيث ان هو يدي مساحه لاليو ديانج ان هو يتحرك، وكان ظهر في الماتش. الحاجه الثانيه يا كابتن الارقام اللي حققها النادي الاهلي النهارده في المباراه، النادي الاهلي يعتبر الفريق الوحيد او بجانب الـ زي ما نقول كده الحصان الاسود البطوله جواتينج جلاكسي البتسواني، حققوا الفرقتين الوحيدين لحد دلوقتي اللي حققوا 4 نقاط تعادل وفوز. ممكن يحصلهم بيترو اتليكو بس ظروفه صعبه شويه ان هو بيلعب مع نجم الساحلي في تونس بالظبط، فهو لغايه يعني هو بيلعب دلوقتي حاليا. بيترو اتليكو كسب الماتش اللي فات، فلو تعادل او كسب ممكن يتساوي مع الاهلي او يعديهم بالظبط كده يا كابتن. صحيح. الحاجه الثانيه يا كابتن النادي الاهلي برغم الناس كلها بتتكلم على اداء النادي الاهلي الا انه حقق افضل اداء له السنه دي في دور المجموعات مقارنه بالسنه اللي فاتت. مزبوط. السنه اللي فاتت كان عندك خساره وتعادل صح، يعني عندك نقطه واحده من الماتشين. انت النهارده بتحافظ على صداره المجموعه بتاعتك وبتبدا وتدي رساله للمنافسين بتوعك انك انت بالنسبه لك في تركيز شويه، وده يمكن يدينا برضو فكره ان مارسيل كولر بدا يستوعب طريقه لعب اداء الفرق في افريقيا. كمان الحاجه الثانيه يا كابتن ان ده الماتش الثالث لمارسيل كولر قدام الفرقه التنزانيه، ما خسرش ولا ماتش، وده الماتش الثاني ليه على التوالي في تنزانيا، ويتعادل كان الماتش اللي فات مع سيمبا تنزانيا، والماتش ده مع تنزانيا مع يانج 2-2 في الدوري الافريقي. يعني ان شاء الله النتائج تتحسن في الفتره اللي جايه. برضه يا كابتن من الحاجات الثانيه برضه الناس مش واخده بالها ان النادي الاهلي لحد الان صاحب اقوى خط هجوم في البطوله مع شباب الوزداد. يمكن شباب الوزداد خسر امبارح 2-1 وكان كسبان 3-0 في 4 اهداف. الحاجه الثانيه برضه يا كابتن النادي الاهلي يصل لمباراه رقم 12 مع مارسيل كولر بسلسله لا هزيمه في دوري الابطال. اخر هزيمه للنادي الاهلي مارس 2023. برضه يا كابتن من الحاجات المميزه اللي هتكلمنا فيها ان بيرسي تاو سجل هدف التعادل، وده كان الهدف الاول ليه السنه دي مع الاهلي في دوري الابطال، ورقم 5 ليه في جميع المسابقات. برضه من الحاجات الكويسه ان بيرسي تاو يعود للتهديف برغم ان كان في ناس اتكلمت على ان بيرسي تاو مش عارف عامل مشاكل وعامل قلق في الفرقه، فدي برضه من الحاجات المميزه في الفريق. الحاجات الثانيه برضه يا كابتن ان النادي الاهلي تعادل 1-1 مع مارسيل كولر 8 مرات في دوري ابطال افريقيا، من لا 8 مرات من 17 تعادل في جميع المسابقات. اخر حاجه يا كابتن النادي الاهلي لاول مره يستقبل هدف، ما كناش نتمنى ان هو يستقبل هدف. النادي الاهلي اول هدف ليه بعد 4 ماتشات في دوري ابطال افريقيا وتحديدا بعد 360 دقيقه. برضه من الحاجات الارقام المميزه فكره ان النادي الاهلي الناس بتتكلم على خط الدفاع، في روتيشن وكل حاجه، بس النادي الاهلي محافظ على قوه خط دفاعه. ده كل يا كابتن كل كل عندنا، بالتوفيق ان شاء الله في الفتره اللي جايه ان شاء الله. شكرا جزيلا. طيب في النهايه كابتن شريف كلمه اخيره قبل لقاء شباب بلوزداد يوم الجمعه ان شاء الله. باذن الله يرجعوا بالسلامه باذن الله، وتبقى في راحه على الاقل، اكيد في راحه يوم بالنسبه للاعبين من الارهاق اللي هم كانوا فيه. وكلمه للاعبين ادي الثقه اللي انتوا كنتوا فيها النهارده دي اكثر الحلول والطرق الى الاحتفاظ بالبطولات المحببه ليكم كلكم لجماهيركم. احنا بنشكركم النهارده على الاداء اللي عملتوه النهارده، وباذن الله يتوج يوم الجمعه الجاي ان شاء الله قدام بلوزداد باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه عرفه، يعني النهارده مبروك للتصدر المجموعه، وهارد لك على النتيجه لان احنا الماتش كان بتاعنا 100% وبالذات الشوط الثاني،
مبروك لمستر كولر واللاعبين، وان شاء الله نفس الاداء ده يبقى في الماتشات اللي جايه باذن الله. باذن الله، وانا متاكد باذن الله طبعا هنتقابل في استوديوهات الجايه كتير ان شاء الله. الاهلي المجموعه تنتهي وان شاء الله الاهلي هو متصدره، يعني ما عنديش ان شاء الله شك في كده ان شاء الله. ربنا كابتن عادل، يعني انا ببارك طبعا على الاداء المميز الشوط الثاني، واهم حاجه يعني نصيحه للعيبه، الفتره اللي جايه فتره عصيبه ليكوا، عندكوا شهر في ماتشات كتير قوي قويه قوي، حافظ على نفسك، اهتم ان شاء الله تعملوا اداء كويس ان شاء الله وشكل كويس ان شاء الله باذن الله. ربنا كابتن سامح حسن، عايزين نبني بقى على اللي حصل النهارده، نبني بقى في الفتره اللي جايه من الاداء والروح، وان شاء الله النتيجه هتيجي، والنادي الاهلي زي ما الكابتن اسامه عربي والكابتن قالوا يعني ما عندناش قلق واحد في المليون، الاهلي ان شاء الله يصعد للدور بعد كده وهو متصدر وان شاء الله يعني كل التوفيق، والمباراه اللي جايه يعني مباراه مهمه في التوفيق بيها باذن الله. بكده اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي ويانج افريكانز في دور المجموعات لبطوله افريقيا الانديه ابطال الدوري، والتي انتهت بالتعادل ايجابي 1-1، وتصدر النادي الاهلي لقمه المجموعه منفردا. مبروك للصداره، وزي ما قالوا كباتننا هارد لك على خساره النقطتين، احنا كنا الاقدر، كنا الافضل، كنا الاحق، والنتيجه غير عادله، ولكن مبروك التصدر عن جداره واستحقاق. ان شاء الله القادم افضل، قادم افضل. المباراه القادمه يوم الجمعه القادم امام شباب بلوزداد، باذن الله نادي الاهلي يكسب ويروح في حته بعيده، ويبقى اللي عايز يحصلني يبقى يجي يحصلني. بعد كده هنوصل بقى نروح بعد كده للحته الثانيه اللي هي اصلا ما بيروحهاش غير النادي الاهلي، كاس العالم للانديه. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، شكرا يا كابتن شرفتني. شكرا كابتن. كابتن عادل عبد الرحمن، شكرا كابتن. شكرا كابتن اسامه عربي. كابتن اسامه حسن، شكرا يا كابتن. شكرا كابتن ايمن. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى، واستوديو تحليلي اخر لكم مني، اطيب المنى ورقه حياتي.